أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم صراحة في عنا مجاهر هو أشجع المجاهرين، وبصراحة يعني صديق عزيز جدا على قلبي، الأخ إسماعيل مؤسس لبرنامج البط الأسود. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك إسماعيل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا اسف على المره اللي فاتت، كان في مره اعلنا فيها ان احنا هنسجل وكان الانترنت عندي ضعيف في البيت فما عرفناش نسجل يعني، بس اتمنى النهارده النت كويس وهنسجل حلقه جميله، واتمنى تتابعونا لحد الاخر. اهلا وسهلا نجان، انا مبسوط ان انا معاكم النهارده، وتحيه كبيره لبرنامج الجهر بالالحاد، وتحيه كبيره لكل القائمين على البرنامج والمعدين وليك، وانا مبسوط جدا بجد يعني. أهلا وسهلا فيك أخي إسماعيل، ونحن كتير فرحانين يعني كل مرة كنت تستضيفنا، هالمرة نستضيفك أنت، وهذا أقل شيء يعني مقدمه، وأنا كتير فرحان فيك وببرنامجك. طيب إسماعيل، خلينا نبدأ بالتعريف. يعني طبعا أنت غني عن التعريف وبرنامجك غني عن التعريف، بس بدنا مثل ما بقول الروتين. لا مش ما لا مش مش فكرة روتين يعني، دي حاجة كويسة ان احنا نتكلم ونفضل نتكلم. على فكرة انت ممكن تكون بيتهيأ لك ان انت بتعيد كلام او بتزيد كلام مثلا يعني، ولكن بيبقى عندنا ناس جديدة بتدخل تتفرج على الفيديوهات دي. يعني ممكن انا سجلت 200 حلقة، بس في الحلقة رقم 201 دخل واحد جديد اول مرة يشوف برنامج الجهر بالإلحاد، او اول مرة يشوف برنامج البط الاسود مثلا يعني. فشيء كويس ان احنا نعيد كلامنا، ممكن بصياغات مختلفة، بطرق مختلفة، باساليب مختلفة، فده شيء مطلوب مش مرفوض. انا اسمي اسماعيل محمد. انا مصري، اعتز جدا بمصريتي وبجنسيتي، وطني يعني. و تركت تخليت عن الفكر الاصولي او الفكر الديني بشكل عام يعني، مش الاسلام تحديدا يعني. يعني انا واحد من الناس اللي ثابت الاسلام، وما كنتش اعرف تفاصيل كتير جدا في الاسلام، فخروجي من الفكر الديني ما كانش يعني يتعلق بالإسلام تحديدا، وإنما بالفكر الغيبي عموما، بالفكرة الدينية بشكل عام. ويمكن دي يعني اللي بتسبب لي بعض من المشاكل مع الأخوة المسيحيين، لأن هم دايما بيتبنوا الخطاب، أو الأخوة المسيحيين التبشيريين تحديدا، لأن هم دايما بيتبنوا الخطاب إن الإسلام دين الإرهاب مثلا، أو الإسلام فيه أفكار إرهابية، أو الإسلام فيه انا صوتي واضح، او الاسلام فيه شيء من الارهاب، فبيلعبوا على النقطه دي. انا لما سبت الاسلام ما كنتش اعرف كل التفاصيل الكتيره اللي موجوده في الاسلام، يمكن الكلام ده انا عرفته متاخر بعد كده. فتخليت عن الفكر الديني بشكل عام من حوالي 4 سنين تقريبا. كان في طبعا يعني كان في زي سوابق للكلام ده. انا ما كنتش من الناس المتدينه جدا، او من اللي هي متزمتين دينيا او متشددين دينيا، كنت من اللي هم بيقولوا عليهم مسلم كيوت، بدافع عن الاسلام في حدود يعني معرفتي العامه اللي موجوده عند ناس كتير جدا في مجتمعاتنا. وبصراحه حياتي اتغيرت يعني تقريبا 180 درجه من بعد ما تخليت عن الفكر الديني بشكل عام، لان انا كنت من الناس اللي هي كان الدين كان عامل لي مشكله في فكره التواكل. انا كنت من الناس اللي بتتواكل او بتعتمد على ربنا، يعني اقول يعني ما كنتش افكر في بكره، ما كنتش افكر في بعد بكره، دايما بقول ان ربنا هو يعني اللي راسم كل حاجه، وهو اللي عارف كل حاجه، وهو اللي هيظبط لي كل حاجه. وكنت دايما ابص لليوم اللي انا فيه، او يعني انا بالليل هعمل ايه، دي اقصى الطموحات واقصى التفكير في المستقبل بتاعي، يعني المستقبل بتاعي كان اخر اليوم. فالفكر الديني كان، انا اعتقد كان عامل لي ازمه كبيره، مشكله كبيره في حياتي، بسبب عن فكره التواكل على ربنا، فكره ان انا مسلم امري لربنا. فخروجي من الدين ما كانش بالنسبه يعني غير حياتي بشكل كبير جدا، لان انا فكره التواكل دي اختفت.
بدأت بقى أفكر مش بس في بكرة أو في النهاردة، لا أفكر في كمان 30 سنة أو كمان 40 سنة. أحلامي بقت كبيرة جدا، آمالي وطموحاتي اختلفت، ما بقاش ليها حدود، ما بقاش ليها يعني قيود أو حدود في إن أنا أحلم في لبكرة وأحلم في بكرة. حاجة تانية برضو اتأثرت بيها وأثرت فيا، معلش لو بطول بس أنا من نفسي يعني بتكلم بقى، فكرة التفكير العلمي أو التفكير المنهجي العلمي. ما كنتش فاهم قوي يعني إيه تفكير علمي أو تفكير منهجي، ما كنتش عارف قد إيه الفكر الديني بيتعارض بشكل كبير جدا وشكل واضح جدا مع أسلوب التفكير العلمي أو أسلوب التفكير المنهجي. عرفت ده مع الوقت بعد خروجي من الأسطورة الدينية ومن العقل الغيبي والعقل الأصولي الديني، قدرت أميز ما بين الاتجاهين دول أو المسارين دول، الفكر الروحاني أو الروحانيات والعقلانية والعقل والأسباب والنتائج وإلى آخره. فدي كانت ثورة جديدة برضو في حياتي أو على المستوى الشخصي أو الفردي، كان نوع من أنواع الثورات اللي عملتها على نفسي. فأصبح العلم أو المنهج العلمي بشكل عام، مش فكرة العلم يعني الكيمياء أو الفيزياء أو لا، المنهج العلمي. يعني قبل كده تحس إن مجالات الحياة كلها مشوشة، مش فاهم يعني إيه اقتصاد، أو مش فاهم يعني إيه مشكلة اقتصادية، مش فاهم يعني إيه مشكلة طبية، أو مش فاهم إيه مشكلة وحل. كان الموضوع ده كان مشوش، لأن كانت فكرة ربنا دي موجودة، زي ما بنشوف الناس يقول لك ادعي ربنا هخف، او يعني ربنا داخل في كل مشكله كده ليه ايد فيها، واضع يده عليها، والحاجه اللي مش مفهومه فيها او الحاجه اللي انت مش قادر تسيطر عليها في هذه المشكله هتلاقي ربنا بيلعب دور اساسي فيها. يعني زي ما كانوا في الاول ما كانوش عارفين الشتاء الامطار دي بتنزل ازاي او ليه، فكانت ربنا كان بيلعب دور كبير جدا، يقول لك ربنا يبعت الامطار، ربنا يبعت الرعد. معلش في حد ولا يهمك. بس ف اتمنى دي تكون يعني اخدت فكره كويسه بس، وبدات بقى البرنامج، وانا مستعد لاي اسئله معاك، واتمنى تكون اجاباتي واضحه يعني وعلى قد السؤال. اكيد اكيد اجاباتك واضحه ورائعه اسماعيل. اسماعيل بصراحه انا بتذبني كتير مساله التيرنينج بوينت، يعني بحب اعرف من الناس شو النقطه اللي يعني قلت انا فيها ماني مؤمن بالبديهيات، يعني خلص من هون وهيك انا ملحد. شو النقطه اللي حولتك من مؤمن الى ملحد؟ شو كيف صار التحول هذا؟ تفضل. في مقولة اللي بتقول أو اقتباس دايما بنشيره على الفيسبوك، مش فاكر نص الاقتباس بالظبط يعني، بس بيقول لك أنت لا تكتشف فجأة إن دينك غلط، أو لا تكتشف فجأة إن الأديان خرافة، وإنما بتكتشف ده بشكل تدريجي وعلى 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 يعني على خطوات تدريجية معتمدة على بعضها البعض. وده تقريبا اللي حصل معايا. أنا في فترة قبل ما أترك أو قبل ما أتخلى عن الفكر الديني، يعني شاءت الظروف إن أنا أشتغل في مهنة أو وظيفة كنت بتأمل فيها كتير، يعني كنت شغال في مجال الآرت أو الفن أو الفنون، فكان بيبقى عندي وقت كبير جدا أتأمل أو أفكر، أو يعني كان عندي وقت فراغ يعني في المهنة دي، وكانت بتساعدني قوي على فكرة التأمل. يعني كنت بقضي أوقات كبيرة في يعني تأمل لوحات البورتريه والرسم والحاجات دي، بقضي وقت كبير جدا في البورتريهات وتفاصيل الرسومات والكلام ده. فالفترة دي ادتني فرصة لأن أنا يبقى عندي يعني أستخدم عقلي بشكل حر تماما دون أي تدخلات خارجية. فخلال الفترة دي أنا إلى حد ما علاقتي مع الإله أو علاقتي مع فكرة الإله حصل لها نوع من أنواع التطور. تطورت إزاي؟ تطورت يعني بقيت بتعامل مع الفكرة الإلهية، أو بقيت بتعامل مع، خلينا نقول الإله، يعني أنا كلامي واضح، فكرة ربنا إن أنا بغير في ملامحها،
يعني تحديدا للإسلام، تحديدا خلينا نتكلم عن الإسلام، فكرة ربنا فكرة يعني فيها الكثير من الرعب والخوف، ربنا هيعذبنا وهيحرقنا وهيسلخنا ومش عارف هيعمل ايه و الى اخره، وفي نفس الوقت طبعا هو قدير وهو عليم وهو خبير وهو ادرى بكل شيء. دي كان ده التصور الديني اللي يعني لم يتمكن مني بشكل كامل. في الفتره دي علاقتي مع الفكر دي بدات تتطور، بدات اتعامل مع الاله ده كانه صديق او كانه رفيق او كانه اب او كانه يعني بقى في زي سيناريو او في زي حوار بيني وما بينه يعني، بس ده في داخلي. فاللي حصل نتيجه الفتره دي ان الحوار ده وصل لمرحله ان انا بدات اقول لا، هو فاهم انا ايه اللي جوايا، هو فاهم انا عايز ايه، هو فاهم انا. فكرة العبادات بدأت ألاقي مبرر لعدم التزامي بيها، يعني أنا ما كنتش ملتزم تماما في الصلاة مثلا، وده كان بيسبب لي أزمة أو بيسبب لي ضيق أو يعني أذى. ليه مش ملتزم بالفرض أو ليه مش ملتزم بالصيام طوال شهر رمضان مثلا؟ لأن أنا أحيانا كنت بفطر، فده كان في البدايات عامل لي مشكلة طبعا، زي ناس كتير طبعا، زي كل عامة المجتمع الإسلامي أو عامة المسلمين، حتى يعني كبار الشيوخ ورجال الدين الإسلامي اللي هم خلينا نقول اللي هم يعني مخلصين للفكرة الدينية، لأن في ناس في رجال دين يعني أصلا هم عارفين إن الدين ده في شنك، بس إيه بيتسببوا منه أو بيكسبوا منه أو بيتربحوا منه أو مجال حياتهم يعني. فتطورت العلاقة دي، أصبحت بقى إن إيه، انا بقيت اقول اكيد ربنا يعني مش مستني مني بقى ان انا اعبده او ان انا اصلي له، هو عارف اللي جوايا، هو عارف اللي في قلبي. فانتهت المرحله دي كنت انا بهذا التصور او بهذا الشكل. فدي كانت مرحله مهمه يعني، واخدت فتره كبيره ما كانش ليها اي علاقه لا بعلوم ولا بقراءات في الدين، يعني انا مع نفسي كده بتامل في اللوحات الفنيه والبورتريهات والصور وبفكر وبتامل، يعني كانت فترة من التأمل كده. في نهاية المرحلة دي أنا من نوع يعني، حتى في نهاية المرحلة دي أنا بدأت أتكلم كتير، يعني أنا كانت حياتي عبارة عن مجموعة قليلة جدا من الصداقات والعلاقات، ما كنتش أعرف ناس كتير يعني، في حدود شغلي أو وظيفتي مجموعة أصدقاء، من الشغل للبيت زي ما بيقولوا، من البيت للشغل، ما عنديش أي يعني يعني ما 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 يعني مش من نوع بقى اللي بروح اقعد على قهوه والاصحاب والاصدقاء، ما كانش عندي الكلام ده خالص. ففي نهايه المرحله دي بدات اتكلم مع اصدقائي في محيط عملي او في مكان عملي، وهم اصدقائي يعني، احنا على علاقه صداقه لحد النهارده. فالمشكله ان هم بداوا يستاءوا من كلامي او تفسيراتي. انا كل ده ما قلتش انا ملحد ولا ملحد ولا كل الكلام ده، ولكن شكل العلاقه الالهيه اللي انا بدات اطورها دي بدات اتكلم عنها، او بدات هم مثلا ايه يعني، كان في حاجه بتحصل مثلا لما الشغل عندنا يتاثر، الشغل ما يعني بتيجي علينا مثلا فتره اسبوع اسبوعين الشغل عندنا مش الوضع مش شغال كويس، فنتهم بعضنا، وهم كانوا يتهموا بعضهم يعني ان هم مقصرين في الدين، ان هم ما صلوش، ان هم مثلا كان مثلا يحبوا يعكسوا البنات، احنا شغلتنا كانت زي الفنانين يعني، فالبنات تيجي تتكلم معانا وتشرح عايزه تعرف، فكانوا هم بيستغلوا الفرصه دي في ان هم يتعرفوا على البنات ويصاحبوا البنات. انا ما كانش عندي الحته دي يعني، ما كنتش اعرف ان انا اعمل او استغل يعني. فيعني على الرغم من كده، لما انا جيت اتكلم معاه او بدات اعبر او افضفض كده يعني، مش ان انا بقعد اتكلم بس، تيجي لحظه معينه ببدا اتكلم فيها عن العلاقه الجديده اللي دي، فلاقيهم بيهاجمون يعني، او بيزعلوا مني او بيزعلوا من الكلام اللي انا بقوله ده. لما اقول لهم يعني ما هو لازم نصلي، ما هو ربنا عارف مثلا يعني، هو لازم نصوم، هو يعني مش قضيه يعني ان احنا اكيد رب يعني، بحاول اكلمهم عن طريقه بتاعه، فكانوا بيتضايقوا جدا، بيزعلوا جدا من الكلام بتاعي. فدي يمكن كانت اول مرحله، ما كانتش مرحله صغيره وبسيطه يعني، كانت حوالي 3 سنين او سنتين ونص يعني، على الاقل سنتين. بعد المرحله دي بدات بقى الاصطدام، وهي كانت صدفه بحته يعني، انا كنت ممكن اكمل حياتي كلها وانا بهذا الكيفيه وبهذا القدر لولا بقى الظروف وملابسات. كان حصل قبل كده قضية بعتقد ناس كتير ممكن تكون سمعت عنها، مع مدون سكندري اسمه كريم عامر، كان اتهم
ان هو بيزدري الاديان وان هو سب رئيس الجمهوريه، هي دي كانت تهمه المدون ده. فانا كان جديد عليا الكلام ده، وكنت في الفتره دي بحب جدا المدونات وبحب اتابع المدونات والكتابات والكلام ده، فدخلت اشوف الكلام اللي هو كان بيكتبه واللي هو اتهم على قصره. اعتقد انا في الوقت ده ما فهمتش هو بيقول ايه بالظبط، يعني هو كان بيتكلم عن الازهر وكان بيتكلم يعني ما فهمتش، بس الى حد ما كلامه اشعرني بشيء من الاستياء او بالضيق يعني. حاولت افهم يعني ايه الحياه ده، او حاولت افهم الناس دي بتتكلم في ايه، بس ما طولتش في الموضوع ده ودخلت منتدى الملحدين العرب يمكن لاول مره. الكلام ده كان في 2006 2007، بس طبعا ما يعني لم اترك الدين ولم يعني الموضوع ايه عدى كده ايه بس زي فلاش. اتكررت بقى القضيه، اتكررت حادثه شبيهه بعد بقى المرحله بتاعت التامل دي وتطور فكره ربنا عندي، اتكررت تاني مع مدون برضو مصري اسمه البير صابر، صديقنا البير. ف فلاش جديد، كان فلاش تاني بقى، كان فلاش تاني، وانا كنت في المرحله دي خلاص بقى، كنا دخلنا في ايام الثوره في مصر وحراك وكلام ومناقشات وسجالات وجدال و الى اخره. المره دي انا قلت بقى لازم اعرف ايه قصه الملحدين دي. اللي شجع يعني من الحاجات اللي شجعتني جدا كان في مقطع على اليوتيوب مشهور قوي الفتره دي لألبير صابر، والناس متجمهرة حوالين البيت عنده وعايزين يطلعوا يجيبوه من البيت عشان هو قيل انه مش عارف شير فيديو مسيء للرسول او حاجة زي كده. انا بصراحة الفيديو ده اثر فيا جدا جدا جدا، فكرة ان ناس متجمهرة بالشكل الهمجي ده على شخص وعايزين يجيبوه من البيت عشان هو كتب حاجة وانا شفت صورة لألبير صابر، او يعني الفترة دي شفت صور ألبير بقى على وبصراحة تعاطفت معاه بشكل غير عادي، تعاطفت معاه جدا جدا جدا. وصعب عليا قوي يعني، فالفيديو ده وشكل ألبير او منظر ألبير او صورة ألبير خلاني يعني اتبنى فكرة ان يعني اتبنى فكرة انه مظلوم جدا ويجب ان يكون هناك من يدافع عنه. يعني انا ما كنتش مهتم بموضوع النشاط السياسي وان انا ناشط، يعني ما انا كانت حياتي كلها زي ما قلت الشغل والبيت فقط لا غير. فبدات اثير الموضوع ده في اوساط بعض الاصدقاء، واوساط بعض الاصدقاء اللي هم ليهم علاقه بالسياسه وكده، فبصراحه هجموني جدا يعني، هجمت. السبب ان انا بدافع عن شخص يقال انه ملحد، يعني هجموني جامد. يعني انا استغربت، المفروض ان انتوا شباب بقى اللي هم المفروض اللي هم بينادوا بحريه التعبير وحريه الراي، كان كل الكلام ده بالنسبه لي جديد، انا ما كنتش اعرفه. يعني فكره حريه الراي حريه التعبير وكل الكلام ده انا كان بالنسبه لي حاجات جديده كلها، ما اعرفهاش يعني او مش فاهم معناها بالظبط. ف اتضايقت جدا من رد فعل مجموعه الاصدقاء دول، هم اعتقد كانوا محسوبين على الجمعيه الوطنيه للتغيير اعتقد في الفتره دي، يعني كانت ايام الجمعيه الوطنيه بدايات التاسيس والتكوين والبرادعي والكلام ده. فرفضهم الشديد جدا لدفاعي عن البير صابر خلاني ابدا اروح طب انا عايز اعرف ايه قصه الملحد ده وقصه الالحاد، انا مش فاهم حاجه. لو بس انا كل اللي هاممني مش فكره بقى الالحاد والملحدين، انا فكره البير صابر يعني الشخص ده انا شايف ان هو مش مظلوم، لا ده هو طلع يعني طلع دينه. فانا متعاطف جدا معاه، وانا ما اعرفش هو كتب ايه ولا قال ايه ولا عمري قريت له حاجه، يعني كل الفكره بس انا شايف انسان يعني مظلوم جدا، وهو شكله يعني شخصية مش يعني شكله إنسان بسيط كده وإنسان أنا تعاطفت معاه جدا، يعني مع احترامي وتحياتي طبعا لألبير صابر. فالموضوع ده خلاني أبدأ لا إراديا أو غصب عني يعني أنا أخش أشوف إيه، طب إيه الإلحاد ده، طب إيه مش عارف إيه. ففي شخص ابن حلال قال لي انت تعرف داروين، تعرف نظريه التطور حاجه زي كده يعني. فانا كان ردي يعني انا كنت في يعني حاله جوع لاي نوع من انواع المعرفه واي معلومه جديده او اي حاجه، فبعت لي الشخص ده مشكورا. انا مش فاكر هو مين بالظبط، انا لو اعرفه يعني حبوسه. بعت لي
بعت لي وثائقية ريتشارد دوكنز اللي هي عبقرية داروين. ده وثائقي عامله البروفيسور ريتشارد دوكنز، بيشرح فيه نظرية التطور اللي أسسها أو اللي وضع الخطوط العريضة بتاعتها تشارلز داروين عالم البيولوجي ده. فانا كانت اول مره يعني اشوف الكلام ده، قعدت مع الوثائقيه دي، هي 3 اجزاء بالظبط، وانا محتفظ بيها يعني، محطها عاملها بلاي ليست لحد النهارده في القناه بتاعتي على اليوتيوب. قعدت بقى اتفرج على الوثائقيه بتاعت ريتشارد دوكنز عبقريه داروين، شفتها مثلا بتاع حوالي 5 مرات يعني، اتفرج على الوثائق كل جزء 45 دقيقه، اتفرج على جزء واعيدهم من تاني حوالي 4 مرات او 5 مرات. اللي حصل تقريبا، انا نسيت بقى البير صابر يعني، انا نسيت بقى البير صابر، نسيت ايه انا كنت داخل اصلا يعني بعمل ايه، او داخل ايه الهدف يعني ان انا بعمله. انا بدات بقى ايه اركز مع كلام الراجل اللي اسمه ريتشارد دوكنز ده. مش فكره بقى ان انا شكيت في الدين على طول او ان انا صدقته على طول، ده ما حصلش، انا ما صدقتوش على طول، بس اكتر حاجة لفتت نظري ويعني علمت معايا قوي كانت قصة ادم وحواء. انا متربي ان في حاجة اسمها ادم وحواء، ان دول جدودي، وان ادم اتجوز حواء وجابوا قابيل وهابيل والبشرية بدأت. فالراجل ده كان بيقول ما معناه ان ادم وحواء دي اسطورة. فهنا كانت بداية الايه، مش الصدمة او بداية التساؤل، انا بدأت عايز ايه الموضوع ده ازاي؟ طب هو بس اللي عارف كده ولا ناس كتير كلها عارفه كده؟ طب القصه دي معروفه يعني ولا هو مخترع؟ فيض من الاسئله. المشكله بقى الفتره دي كان لسه الاصدقاء على اليوتيوب على الفيسبوك والانترنت عموما يعني الى حد ما بيتكلموش يعني، يخاف يعني لما اتكلم مع حد يعني، لو جيت اسال حد في اي حاجه ليها كده يقول لي طب انت مين؟ طب انت بتسال ليه؟ طب انت، الناس كانت عايشه في حاله رعب يعني، كل يعني الا قله قليله بقى يمكن عرفتها بعد كده، بس كان بشكل عام فكره انت تتكلم في الدين دي فكره كانت صعبه يعني، او ان حد يتجاوب معاك وهو ما يعرفكش او ما يعرفش انت مين، كانت فكره مش سهله يعني، الناس كلها خايفه، فكره الخوف دي اللي كل ده طبعا انا عرفته بعد كده. فكنت بتعذب عشان الاقي حد ادردش معاه يعني، اخد ودي معاه، انا لسه مش عندي اسئله كتير جدا، ومش الوثائقيه دي فتحت لي باب الاسئله، او خلتني افتح باب الاسئله وابدا اسال. من هنا كانت نقدر نقول عليها البدايه الحقيقيه. الوثائقيه دي مع فتره السنتين او السنتين ونص اللي انا قضيتهم في مساله التامل دول، لعبوا دور كبير في الفتره الاولانيه وبدايه والدارونيه بريتشارد دوكنز، خلوني ابدا اتساءل بقى، ابدا يعني فتحوا لي باب، خلوني بشجاعه اقدر افتح باب التساؤل والاسئله والبحث والاروح واجي. وبدأت بقى رحلة ان انا عايز الاقي حد اتكلم معاه، مش يعني حد، ان انا مش فكرة حد ملحد، انا لسه مش فاهم، انا لسه مش عارف، انا لسه مش فاهم يعني ايه الحاد اصلا، بس فكرة ان انا اخد ودني مع حد زي ما بتكلم معاك دلوقتي او زي ما بندردش مع بعض انا وانت، بس الحد ده مش موجود، غير متاح. طبعا بعدها بفترة كبيرة قدرت اوصل لشخص معين، تحياتي طبعا ليه، احنا اصدقاء لحد النهارده، هو كانه تحيه. فالشخص ده يعرفني على شخص تاني، والشخص ده يعرفني على شخص تاني، بس كله برضو رح نجي على هالمرحله هي، انا ما راح فوت اي مرحله من هالمراحل يعني. تمام، المهم انا صوتي واضح، صوتي واضح بشكل كويس، والصوره واضحه وصورتك منوره، كله اهم حاجه يا قمر انت. يعني صراحة أنا بتعجبني الـ يعني الـ أسمع القصص هي يعني. هلا كتير ناس بيقولون أنه المسلم بيجي لما بيناقشه مخه سميك وما ما ممكن يلين، بس أنا بقول له لا، في ناس معنا ومجاهرين وتحدوا الصعاب، كانوا من أشرس المدافعين عن الإيمان يعني، خلينا
طيب اسماعيل، انا قبل ما نبدا بدي بس انوه لاصدقائنا المشاهدين انه راح نفتح السكايب يعني بعد ما اخر الحلقه، ويا ريت اتمنى من كل الشباب انه يتصلوا فينا يعطوا ارائهم، اذا في اسئله حطوها تحت اليوتيوب ممكن نجاوب عنها. والسكايب هو جان.برو2، موجود كمان بالديسكريبشن تحت الفيديو كمان، يا ريت تصلوا فينا تعلقوا معنا وتشاركونا، تكون حلقة مفيدة للجميع. طيب أخ إسماعيل، يعني احكي لنا القرار كيف اتخذته، كيف قلت أنا ملحد؟ يعني من وقت ما بدأت تتعرف على الملحدين حتى وصلت لمرحلة إنه أوكي اليوم أنا ملحد، الشيء اللي كنت أؤمن فيه من قبل انتهى، هذا كان خرافي. تفضل. يعني هي كانت الـ كانت الـ 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 المرحله اللي بعد كده، ان انا بدات عايز اتعرف على ناس واتكلم مع ناس وادردش مع ناس واعرف اكتر. كان طبعا اسئله كتير والموضوع ما كانش سهل بصراحه، كان صراع. قعدت فتره كبيره جدا في اسكندريه، انا امشي على البحر رايح جاي كده بفكر، طب وكان طبعا كان في خطوات طبعا او مراحل فاصله. يعني انا اذكر مرحله مثلا من ضمن المراحل الفاصله اللي فرقت معايا جدا، اتعرفت على المفكر السعودي عبد الله القصيمي، ويمكن انا لسه جايب كتبه واشارككم. يعني الكتب دي كتب او دي مجموعه كتب للمفكر عبد الله القصيمي، يمكن اخيرا انا قدرت املك مجموعه ورقيه للمفكر العظيم ده. اتعرفت على عبد الله القصيمي من خلال الاقتباسات على الانترنت. كان ليها دور كبير جدا القصيمي. يعني يمكن الفتره اللي انا كنت بتامل فيها جدا في فتره السنتين اللي انا اتكلمت عنها دي، كتابات القصيمي جت بقى كبرت التاملات بتاعتي دي او الافكار بتاعتي دي. لقيت كل تقريبا لقيت كل يعني لقيت اسلوب التفكير الى حد كبير جدا القصيمي بيتكلم عنه في كتاباته واقتباساته. فقعدت فتره كبيره التهم اقتباسات القصيمي كلها، واحاول ادور على الكتب بتاعته على الانترنت واجيبها، وبدات اتعرف عليه. فالصدمه بتاعتي لما عرفت بقى ان هو كان رجل دين كبير جدا، وكان رجل يعني من كبار المدافعين عن الاسلام السني تحديدا الوهابي خصوصا، وفجاه حصل تحول في حياته واصبح شخص بيكتب بهذا الاسلوب او بهذا الشكل. فدي كانت مفاجاه برضو بالنسبه لي، مفاجاه تانية. ف مراحل مختلفة، يعني أنا لا أذكر تحديدا إمتى بالظبط جيت قلت أنا ملحد أو أنا كافر، بس كان في مشكلة كانت محمد نفسه، يعني رسول الإسلام محمد والإسلام تحديدا. أنا كان العلم بقى احتكاكي بقى يعني بدأ ريتشارد دوكنز خلاني بقى انطلقت بقى، بدأت أتفرج أتابع ده وأشوف ده وأشوف ده. من المراحل المهمة برضو إن أنا اتعرفت على الصحفي والكاتب الإنجليزي الأمريكي الشهير كريستوفر هيتشنز. فالراجل ده برضو كان ليه دور زي عبد الله القصيمي. يعني يمكن كريستوفر هيتشنز ده النسخة الإنجليزي أو النسخة الأجنبي أو الغربي، والنسخة العربي بتاعتي اللي أنا أعرفها كان هو عبد الله القصيمي. فالمرحلتين دول كانوا مرحلتين مهمين جدا، اللي هو يعني كريستوفر هيتشنز وعبد الله القصيمي عملوا نوع من انواع التشجيع على نقد الفكره الالهيه عندي، يعني نقد فكره الاله دي او وضعها للبحث، لان فكره ربنا دي فكره يعني عامله لنا خرم في دماغنا، او عامله للمؤمنين تحديدا خرم في دماغهم، فكرة الله الجبار القادر العليم الخبير كل الكلام الجميل ده، وقدرته وعذابه وجنته. وحتى الكلام ده موجود في المسيحية، يعني وإن كان الخطاب المسيحي بيحاول إن هو إيه يجمل الموضوع ده ويظهره بشكل يعني شكل جمال، يقول لك ملكوت أو مش ملكوت والكلام ده. الدلوع بشكل الدلوع ده. وطبعا يعني اصل المشكله كمان مع الاخوه المسيحيين التبشيريين، ان انا من الناس اللي حررت هذا العقل.
هم اصلا عايش يعني، هم اصلا بيحاربوا المسيحيه يعني، هم اصلا مشكلتهم تحديدا مع المسيحيه في الغرب، زي ريتشارد دوكن، زي كريستوفر هيتشنز، زي سام هاريس، زي كل الاخوه الكفار والنشطين الكفار في مجال محاربه الخرافه على المستوى الغربي. ففكره ان انا يجي لي شخص مسيحي بيقول لي الاسلام دين الارهاب، لا، ما انا اصلا ما يعني الـ 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 الناس اللي انا اللي وعوني على واقع الخرافه هم اصلا يثوروا على الخرافه المسيحيه تحديدا قبل بقى ما تيجي تقول لي الاسلام ارهاب. فكان المشكلتين الاساسيين فكره محمد، شخصيه محمد. طب ازاي الراجل ده، طب الراجل ده معنى الكلام ده ان الراجل ده كذاب او مدعي او مجنون او مختل، او الراجل ده بدأت بقى اسمع ان هو ممكن ما يكونش موجود. الله، طب ازاي ما كانش موجود؟ فكرة التاريخ الاسلامي دي لا، لم اكن ادري عنها اي شيء، ما كنتش اعرف اي حاجة عن التاريخ الاسلامي خالص يعني، او معرفتي بالتاريخ كان الكلام اللي هو بيرددوه دايما، يقول لك البطل خالد بن الوليد، العادل عمر بن الخطاب، مش عارف الصديق ابو بكر الصديق. فدي كانت معلوماتي عن التاريخ الاسلامي، ما اعرفش يعني ايه شيعة مثلا يعني، ما عنديش فكره ايه الشيعه، هيقول لك الشيعه دول كفار مثلا، كل ده ما اعرفه. علاقتي بالمسيحيين كمان يعني، او معرفتي بالمسيحيين يعني، يمكن الكلام ده ما بقوله الناس بتضحك او ما بيصدقوش. انا كان كل معلوماتي عن المسيحيه حاجه واحده بس، ان هم ريحتهم وحشه. انا مش ب... ما... لا... انا لا اقصد اهانه طبعا، انا بحترم، انا بحب جدا المسيحيين يعني. ويمكن من الاسباب برضو التي لم اذكرها ان اللي خلاني اجتهد حتى على مستوى التأمل ده، كان إحساسي بالظلم الواقع على الأقليات، أو الأقلية المسيحية تحديدا، أو المسيحيين تحديدا يعني. فأنا واحد من الناس اللي هي يعني متضامن جدا مع حقوق أي شخص متدين أو أي شخص مؤمن. بس نيجي بقى، كنت مش عارف بتكلم فيها شخصية محمد. التاريخ الإسلامي أو المعلومات عن الأديان، فما كنتش أعرف أي حاجة عن التاريخ الإسلامي، ما أعرفش أي حاجة عن المسيحية، ما أعرفش أي حاجة عن الشيعة. فبدأت عايز اعرف طبعا، فكره بقى ان انا في عصر السرعه ده، وفكره ان انا اروح ادور على كتاب او اجيب كتاب، انا مش عارف اصلا ايه الكتب اللي ممكن اقرا عنها. ما انت ما عندكش بقى الا ايه، الا مصطفى محمود مثلا، ما عندكش الا بقى العلامات اللي يقول لك يا عم ده مصطفى محمود كفر والحد وبعدين رجع مثلا يعني. فالتحديات اللي بيقدمها واحد زي ريتشارد دوكنز مثلا، او التحديات التي يقدمها واحد زي عبد الله القصيمي مثلا في كتاباته عن الفكر الالهيه، كل ده يعني اكبر من ان انا هقرا كتاب من مصطفى محمود. وانا فجبت فعلا كحوار مع صديقي الملحد وبدات اقراه، فكلام يعني كلام مضحك يعني، اقرا كتاب حوار مع صديقي الملحد واقعد اتفرج على واحد زي كريستوفر هيتشنز مثلا بيتكلم عن الدين، فاحا يعني. المهم المرحله دي اذكر واسف على اي الفاظ خارجه، المرحله دي اذكر ان انا بدات فيها ادور يعني، اذكر ان انا بدات فيها ادور على الاسلام بقى، ما فين الاسلام يا جدعان كده، ما في فين الناس بقى اللي فاهمه الدين. انا كل ده برضو ما هو المرحله كبيره مش صغيره، بس انا في المرحله دي برضو في بدايتها لا، في اسلام صح. فاذكر ان انا بدات بقى اعمل عمليه بحث كبيره من الناس اللي عرفتها وغضبت منه جدا يعني، لان انا كنت الفتره دي احسب كمسلم يعني، كان الشيخ وجدي ونيم، الشيخ وجدي ونيم، وهو ليه فضل بصراحه عليا الشيخ وجدي ونيم، ان هو علمني قله الادب يعني. انا كنت مؤدب جدا بصراحه يعني، او مش فكره مؤدب جدا، بس انا ما كنتش اقدر اقول الفاظ خارجه خالص. الشيخ وجدي ونيم واشكره على كده، اللي هو جرأني شجعني يعني، اداني فكره الشجاعه، او نوع من انواع اللي هو كان بيشتم ويسب ويغلط ويتكلم بيدافع عن فكرته بمنتهى الاخلاص، فهو عمل لي نوع من انواع التشجيع. المهم، فانا كنت بدور على الاسلام الصحيح، اتكعبلت في الشيخ عدنان ابراهيم، قلت بس هو ده بقى اللي هو ده اللي معاه القصه كلها، هو ده اللي معاه هو ده اللي فاهم اللعبه كلها، وهقدر ان انا من خلاله افهم واستوعب. قعدت فتره لا بأس بها مع الشيخ عدنان ابراهيم، ووالدي كان ده كنت دايما اشاركه يعني، دايما اقول له. فالفتره دي انا اذكر كنت انا اجبر بابايا ان احنا نقعد نسمع الشيخ عدنان ابراهيم واشوف كلام اللي هو بيقوله، واقارنه بكلام بقيه المشايخ وبقيه الشيوخ. كنت مبهور بعدنان ابراهيم، زي ما في كتير جدا شباب. الصوت راح اسماعيل، بس الصوت اذا اسماعيل الصوت
اسماعيل حبيبي، اذا عم تسمعني الصوت، ما في صوت، صوت اسماعيل، يا اسماعيل الصوت، صوت ما في صوت. انا بتمنى الاخ اسماعيل يكون عم بسمعني، بس يظهر ما عم بسمعني الاخ اسماعيل. خايف يكون عم بيكرر نفس ال أنا بتمنى ما يصير معنا مثل الأسبوع الماضي. إسماعيل بس أتصل فيه أظن. الصوت عندك ما في، يظهر الفيديو معلق، ما عم الأخ إسماعيل ما عم بيشوفني حتى، أتمنى يرجع لي بسرعة يعني. الصوت 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 كده كده رجع الصوت. تمام تمام اسماعيل، انت الوقت كتير راح وانت ما في صوت. على فكرة الصوت من وقت ما انت ووالدك، انتوا تجبر والدك طب ما تكلمني، ما تقول لي يا شيخ. انا عم ما بعرف، انت كني يظهر ما كنت عم بتشوفني. انا اسف انا اسف اه انا اسف. ولا يهمك، بس من عند ما كنت تجبر والدك تقعد وتسمعه عدنان ابراهيم. انا مش فاكر قلت ايه بعدها، مش فاكر قلت ايه بعدها خالص. يلا اخترع شيء جديد، ما مشكلة. ماشي ماشي. بالفعل من هذاك الوقت انقطع الصوت ويظهر الصورة كمان راحت، فعم بحاول انه حتى انا اسف انا اسف، عندي أنا لازم اخد بالي بقى من الموضوع ده. ماشي. فبس فكان فالفعل كان مشكلتين بقى، فكرة محمد وفكرة الإله. مش عارف، سمعته فكره ان انا كنت بتكلم على عدنان ابراهيم وقلت ان في ناس كتير يعني تعب من الخطاب العقلاني واتجهت لعدنان ابراهيم. فكان التغلب على كنت بقول برضو ان الاسلام، يعني الاسلام من 500 سنه مثلا ما كانش منتشر زي ما هو منتشر النهارده. الاديان بشكل عام، يعني انت لو رجعت 400 سنه ورا او 500 سنه ورا، كنت ممكن تلاقي ناس في منطقتنا الجغرافيه دي ما تعرفش حاجه عن الاسلام زي ما هي تعرفه النهارده. فالاديان بشكل عام استغلت وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلت الاذاعات، واستغلت الميكروفونات والكلام ده كله عشان تنتشر وتسيطر وتصبح في كل مكان حوالينا. ف تأكد إن في ناس في الماضي لم تكن تدري أي شيء عن الإسلام يعني، ولا حتى عن الأديان كلها، من 500 سنة أو من 600 سنة أو من 700 سنة. يعني مجموعات معينة بس هي التي هي المتأثرة قوي بالدين يعني. ما كانش بس في فكرة هون بدي أقولها إسماعيل، يعني تأكيدا لكلامك إنه في ناس كان ما تعرف شيء عن الإسلام. أنا والدي كانوا يعيشوا بقرى حلب، نزل على حلب، رجعوا وسكنوا بحلب، كان عمره 29 سنة، تعرف على الإسلام لما دخل حلب، ما كان يعرف شيء عن الإسلام قبل. صحيح. يعني دي نقطة، دي حاجة يمكن الناس مش كتير مش واخدة بالها منها، لأن هم مش بي يعني مش بي مش بيقر مش بيقر مش بيقروا التاريخ قراءة موضوعية يعني. صحيح. لكن أنا أؤكد لكم إن في ناس من 500 سنة أو من 600 سنة، مناطق كاملة يعني، مناطق جغرافية كاملة محسوبة على المنطقة أو العالم الإسلامي زي ما بيقولوا، لم تكن تدري أي شيء لا عن محمد ولا عن الإسلام. ناس عاشت وماتت ما تعرفش أي حاجة. فهو الإسلام أو الأديان بشكل عام لم تكن منتشرة بالطريقة اللي موجودة عليها النهاردة. يعني ما كانش حد بيشوف الخليفه وجنبه مثلا الامام زي ما احنا بنشوف السيسي النهارده وجنبه الشيخ الازهر ورجل الكنيسه مثلا. كان المنظر ده احنا بنشوفه العالم كله، المصريين كلهم بيشوفوه وبيتاثروا بيه جدا.
المنظر ده ما كانش حد بيشوفه، المشهد ده ما كانش حد بيشوفه. الأديان لم تكن منتشرة بالشكل وبالطريقة اللي هي منتشرة بيه النهارده، بالشكل استغلال وسائل التواصل وإلى آخره. فكانت المرحلة دي بقى إن أنا بدأت أتعرف على التاريخ الإسلامي من أول وجديد. ويعني يمكن كل اللي فات ده كان كوم، وبداية معرفتي بتفاصيل التاريخ الإسلامي دي كانت كوم تاني لوحده. طبعا أولا المشكلة الأساسية إن ما كانش حد بيجرؤ على الكلام، يعني إن هو ياخد ودي معايا. دي كانت مشكلة كبيرة، عاملة لي مشكلة كبيرة، ويمكن ده السبب الرئيسي اللي خلاني أعمل البرنامج بعد كده. ان انا هعمل كوميونتي او اعمل محتوى او اقدم كونتنت او اقدم ماده لناس عندها اسئله كتير جدا ومش لاقيه مكان او مش لاقي حد فعلا، لان انا عشت اللحظات دي وكانت لحظات صعبه جدا. فبدات اتعرف على التاريخ الاسلامي، واحقاقا للحق برضو فكره ان انا اجيب كتاب واقعد اقرا وانا مش عارف اصلا ايه الكتب اللي المفروض اجيبها. فبدات احاول اتعرف على ناس، وفعلا نجحت في النهايه ان انا اقابل بعض الشخصيات دون ذكر اسماء، لان في ناس مهمه وشخصيات يعني معروفه بدات اقعد معاها وبداوا يدردشوا معايا. فكانت المفاجآت يعني انا رايح مثلا اقول له داروين واقول له نظريه التطور والانسان، فهو بقى ايه، هو ما يعرفش حاجه اصلا عن داروين وهو ليه في التاريخ الاسلامي، فبيبدا يديني فكره عن التاريخ الاسلامي. فهنا كانت الصدمه. يعني انا من الناس اللي كنت بحب جدا بقى الخلفاء وجو الخلافه الاسلاميه وجو الاسلام العادل، فتكتشف ان كل الناس دي اصلا يعني ايه، هو مش عارف يعني حمدي بشلة اللي جنبنا اللي هو البلطجي اللي ساكن جنب البيت عندي بقى عندي اشرف واحسن واجدع من كل الخلفاء الراشدين. حمدي بشلة البلطجي بقى بالنسبة لي أنا شخصية يعني مثال يحتذى به، ولا إني أخد واحد زي خالد بن الوليد ده مثل أعلى، ولا أخد واحد زي عمر، كلهم ولا الدين كلب، كلهم إرهابيين، كلهم ما حدش فيهم مات موتة طبيعية. اللي مات مسحول، واللي مات مفشوخ، واللي مات مصلوب، واللي مات متعلق، ورضي الله عنه قتل، رضي الله عنه وبارك الله فيه ذبح، رضي الله عنه، والمبشر بالجنة الفلاني سلخ المبشر بالجنة التاني، وكلهم بيضربوا في بعض وكلهم بيقتلوا في بعض. يمكن كمان بدأت أتعرف بقى على فكرة قصة الشيعة أو الأخوة المذهب الشيعي يعني، وعرفت تاريخية المذهب الشيعي، كانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني بدأت أعرف إن عندنا كتاب وعندنا مفكرين تناولوا هذه القضايا على استحياء، زي طه حسين، زي سلامة موسى، زي ناس كتير جدا، نجيب محفوظ، كل الأصدقاء دول. صدمت بقى الصدمة الأكبر إن أنا بدأت أكتشف إن الناس دي كلها أصلا كفار، يعني كل القامات العلمية والأدبية دي أصلا ولا بيدوسوا على الإسلام بجزامهم، بيدوسوا على الأديان كلها بجزامهم. بدأت أعرف الكلام ده بقى من ناس كانت بتقعد معاهم أعداد خاصة. يمكن يعني أنا لا أحمل، يعني أنا اعتبروني كذاب، يعني أنا بتكلم بعبر عن رأيي، يمكن أنا كل الكلام يعني ما حدش ياخد كلامي محشوم. إسماعيل محشوم، أنت الصادق يعني، وهذا شيء الناس كلها تعرفه يعني، ما بدأ يعني برضو ما حدش ياخد كلامي صح 100%، يعني أنا بوضح. فبدأت اكتشف ان كل الناس دي اصلا بلاش الناس اللي هم طه حسين، بلاش الناس دي، العلماء المسلمين اللي هم وجعوا دماغنا انهم علماء مسلمين، يعني ابن سينا كان بيتوضى ويصلي 5 ركعات. فبدأت اكتشف ان الناس دي كلها اصلا ما كانوش مسلمين، دول يعني ابن سينا ده كان ملقب بشيخ الملحدين في وقته وفي زمانه. طبعا بقى تلاقي ناس دلوقتي تقول لك هو لم يكن ملحد بل كان ربوبي ومش عارف الكلام ده يعني بتاعنا. عموما يعني الناس دي يعني كويس ان احنا سمعنا عنها، يعني في انا اؤكد لناس كتير، ويعني طبعا في ناس خبراء في التاريخ يعني والتراث والكلام ده هم اقدر مني ان هم يتكلموا، بس للاسف ما بيتكلموش يعني، او صعب جدا يتكلموا. بس بمثالهم في يوم هنستضيف ناس منهم وهنقعد مع ناس منهم وهخليهم يتكلموا. انت عندك سابقه يعني، استضفت من كبارهم بصراحه، ويعني فشوا القلب مثل ما بقولوا. لا انا عايز اقول للاصدقاء اللي بتتابعنا ان كل ده ولا حاجه. يعني انا قعدت مع ناس
يعني انا اذكر مما اذكر قعدت مع واحد ملحد اسكندراني عنده حاجه و70 75 سنه، راجل عجوز ملحد. طبعا كان نفسي اسجل الحوار او اسجل اللقاء، بس صعب طبعا، او هو مش هيرضى مش هيوافق يعني. فكان الحوار ضيق، وقعدت مع ناس كتير جدا بالشكل ده وبالكيفيه دي. طبعا ما بيقولوش الكلام ده على الملأ ولا بيقدروا يتكلموا فيه، لان طبعا خطر جدا. فكانت صدمتي كبيره جدا بالتاريخ الاسلامي بصراحه يعني. بس زي ما قلت يمكن في البدايه، انا لم اتخلى عن الاسلام تحديدا، انا خرجت من الفكره الدينيه ككل. يمكن بعد كده بدات اتعرف على الاسلام، بدات اتعرف على المذهب الشيعي مثلا، بدات اتعرف على المسيحيه، اعرف ايه هي المسيحيه، بيقولوا ايه يعني، ايه فكره المسيحيه، اعرف عرفت بقى ان في مذاهب في المسيحيه، وبروتستانت وانجليين ومش عارف كاثوليك، ودول بيقولوا مش عارف هي عذراء، ودول بيقولوا لا بيقدسوا ده اكتر، ودي مش عارف دول بيحبوا الانجيل اكتر وملتزمين بيه اكتر. بدانا نتعرف على كل الهبل ده، وكل طبعا هبل كتير يعني. وانا يعني انا بشجع اي حد ان هو يعني لو خرج من الفكر الديني عموما يعني لا تهتم بكل هذا الوراء، حاول بقى تشوف بقى ايه مجال علمي كده حلو تتعلم فيه. لو عايز تبقى خبير اقتصادي، عايز تبقى دكتور، عايز تبقى مهندس، وركز مع العلم وفكك من اللي، لان هو هراء وبولشيت زي ما بيقولوا بالانجليزي، وحاجه يعني اخر قله ادب. تقعد بقى تقرا بقى ده عمل ايه وده سوى ايه، والمسيح مشى ازاي، والمسيح طار ازاي، وكان مش هياكلهم ايه، يعني كلام كله كلام عبثي وكلام يعني قله ادب. واعتقد اللي بيؤمن يعني اللي شايف اللي بيقعد يتامل في الموضوع ده ويقول لك علم اللاهوت، يعني الكلام كله كلام في شنك في شنك، وكلام يعني ممكن تاخد فكرة عنه لا بأس يعني، لكن تضيع وقتك وعمرك في الكلام الفارغ ده. في ناس متخصصة فيه يعني، في ناس متخصصة تديك الموضوع وتديك القصة، وده يمكن اللي بحاول أعمله بقى في البرنامج، إن أنا بحاول أوفر على ناس إنها تقعد بقى تمسك التاريخ مش عارف الطبري وتاريخ مش عارف ابن كثير وتفسير مش عارف مين، وتقعد تضيع في وقتها وتضيع في عمرها على الفاضي، وهو اصلا كلام ما يستاهلش ولا ما يستحقش ان احنا يعني نخوض في تفاصيله، ان هو في معظمه كلام مقرف يعني، حاجه مقرفه يعني، يعني مش حاجه يعني تستمتع بيها يعني. ممكن تقراه من باب التاريخ، الادب، الفكر، تعرف على الثقافه دي. بس كانت المصيبه الثانيه بقى كانت مصيبه ربنا، دي فكرة الإله. ودي يعني أعتقد المفكر السعودي الكبير عبد الله القسيمي، أنا من وجهة نظري يعني بالنسبة لي على يعني المستوى الشخصي، هو فرمها يعني. أنا كتابات القسيمي فرمت فكرة ربنا دي خالص عندي. خرجت من كتابات القسيمي أقدر أقول إن أنا يعني حطيت ربنا ده تحت جزمتي يعني، تحت رجلي. هو اللي من الناس اللي شجعتني بصراحة كتاباته يعني، هو بس جنب كريستوفر هيتشنز برضو الكاتب الصحفي الانجليزي العظيم جدا، وكنت اتمنى ان انا اقابله بس هو توفى يمكن في 2012. بس من الشخصيات اللي اثرت فيها جدا، من الشخصيات اللي الهمتني برضو فكره ان انا اعمل برنامج واتشجع ان انا اعمل برنامج، كان كريستوفر هيتشنز، وكان الكاتب المفكر السعودي العظيم والكبير جدا والفيلسوف، واللي انا ادعي ان انا يعني من اكتر الناس اللي فاهمه كل الكلام اللي هو بكتبه في كتبه ومؤلفاته. انا ادعي يعني ان انا، لان انا حبيته جدا وحبيت كتاباته جدا وفهمته قوي وحسيته قوي. والراجل ده عظيم، او الراجل ده من القامات اللي للاسف مش واخد حقها خالص عندنا في مجتمعاتنا. بس انا متاكد ان هيجي يوم سيتم تكريم هذا الرجل بطريقه يعني لما تصل لمجتمعاتنا العربيه لكل الكلام اللي هو بيقوله ده، هيكتشفوا ان كان في واحد عايش من 100 سنه ولا من 200 سنه قدم لهم يعني الخلاصه، وقدم لهم يعني فكر راقي جدا ولم يهتم احد به. فانا اشجعكم جدا ان انتم تقروا كتابات عبد الله القسيمي، للي ما يعرفوش او للي اول مره يعني يسمع عنه في خلال الحلقه. بس دي قصه يا سيدي. شكرا اسماعيل، شكرا على التوضيح المعمق بصراحه يعني. وانا اضم صوتي لصوتك انه الناس تقرا لعبد الله القسيمي الرائع العظيم يعني، اللي سبق عصره بصراحة. يعني أنا متفائل أكثر منك إسماعيل، إنه قريبا راح الناس تعرف مين هو عبد الله القسيمي، وقريبا
راح يكرموا الشخص هذا على جرأته في وقته يعني. وأنا أضم صوتي لصوتك بصراحة، إنه بيجي بسألك في خصوص المسلمين، يعني إذا قريت له آية من القرآن وخربط مثلاً بتشكيلة حرف بيقول لك اقرأ يا جاهل، أنا لن أقرأ هذه الخرافات، روح الخرافات حط أقبرها بمزبلتك، أنا ما لازمتني أصلاً إذا بدي أقرأ خرافاتك وخرافات المسيحية وخرافات البوذية وخرافات أدغال أفريقيا وخرافات فلان، أنا بدي أضيع عمري وراء الخرافات، يعني أنا ماني مستعد أقرأ خرافات. أنا اللي بيهمني بشجع الناس تقرأ العلم، تقرأ النظريات العلمية اللي وصلوا للناس حاليا، يعني الخرافة خرافة يعني، وسخ وسخ يعني، مهما كان مهما جملته بيتم وسخ. طب اسمعي، خلينا نروح لمسألة البرنامج. يعني بصراحة بوقت اللي انت سويت البرنامج كنا أصدقاء على الفيسبوك، يعني أظن ب 2012 أنا تعرفت عليك، بوقت الساعة ما كان في برنامج اسمه بطل الأسود، وكنت أشوف ملف إسماعيل كتير حرك، بده يساوي قوانين وبده يساوي، بالنهاية طلعنا برنامج البطل الأسود. هل برنامجك كيف جت الفكرة؟ وشو الأسباب اللي خلتك تساوي هالبرنامج؟ وشو الوسائل اللي شجعتك تساوي هالبرنامج؟ وهدفك من البرنامج؟ تفضل. يمكن أنا مش هنسى الفترة اللي أنا كنت بدور فيها على ناس أناقشهم ويناقشوني وندردش مع بعض، يعني كانت الفترة دي كانت صعبة جدا، أنا مش لاقي حد، أنا مكبر الصورة بتاعتك، لو الصوت راح أعمل لي إشارة بإيدك بس كده هشوفك. فلما استقرت الأمور بشكل كبير ألاقي ناس كتير بتسأل، يعني ناس كتير زي شبه أفتكر نفسي وأنا بدور على الإجابات، أو أنا بدور على حد أتناقش معاه، مش فكرة أنا بدور على إجابة قد ما أنت عايز تلاقي صديق أو رفيق أو شخص يشاركك الهم أو يشاركك الفكرة أو يشاركك البحث. فكان كل واحد بقى بيكلمني ابدا بقى ابعت له لينكات او مقالات او كتب او 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 او, أو, أو. الموضوع كان صعب يعني. ففكرت كمان كان ظهور فكره ان يعني من يعني كان نفسي اعمل محتوى او اقدم حاجه يعني، او اعمل شيء او اقدم يعني ازاي ما يعني انا عشت 27 سنه من حياتي مثلا، اعرف كل ما اعرفه، لان هذا هو فقط ما يقال، ولا يوجد اي شيء اخر يقال غير هذا، يعني حتى على مستوى الكتب، حتى على مستوى الاعلام، حتى 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 حتى. طيب اكيد في ناس كتير زيي برضو لن تخوض في او مش هتعرف اي حاجه طول ما هي محاطه بالفكر الديني او القصص دي من كل الاتجاهات، مفيش غيرها. فكان في حافز. الشراره اللي اطلقت البرنامج كان حلقه كان عاملها الاعلامي الكبير عمرو اديب، وكان بيتكلم فيها عن الالحاد، وكان جايب مجموعه افراد بيتكلموا فيها بيناقشهم يعني عن الالحاد، هم كلهم اسلاميين يعني. فكان في ناس بتحاول تتصل بعمرو اديب تبعت له على تويتر ملحدين يشاركوا في البرنامج او يشاركوا في الحلقه، فكان الاسلاميين الناس اللي معاه يقولوا لا 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 اوعى، ما تقولش الكلام اللي هم عايزين يقولوه، ما تقولش التويتات بتاعتهم ولا الرسائل بتاعتهم. فنرفزت جدا من الموضوع ده، انا ما بعتلوش حاجه يعني، بس هم رافضين يسمع صوت اي شخص من الفئات اللا دينيه او شخص لا ديني او ملحد، حتى ان فكره ان هو يوصل رساله لعمرو اديب في الحلقه يسال سؤال او يجاوب على حاجه او يقول وجهه نظر، حتى ده رافضينه. فالموضوع ده استفزني جدا، فقلت يعني اقسمت ان انا لازم اعمل بقى ايه، هعمل لدين ابوهم اعلامي، يعني هعمل بقى عمرو اديب فيه، لازم اعمل عمرو اديب. هم مش مانعين، مش محجمين على الملحدين، طب انا بقى ولد الدين الكلب هعمل برنامج وهعمل اعلامي، وهيبقى فيه تليفونات وملحدين. ايوه يا استاذ ملحد، ايوه اتفضل، بتقول ايه يا ملحد؟ يا استاذ لدين، يا كافر، انت كافر، اهلا وسهلا، نورت البرنامج. فقررت ان انا يعني بقى ايه، مش عارف، في امثله كتير مصريه بس مش حاضرني الامثله كلها، فقررت اعمل ده يعني. بس طبعا كانت
كانت المشكله الاساسيه بقى ايه؟ ان مين اللي هيوافق ويسجل معايا؟ كانت دي المشكله الكبيره. طبعا بدات افكر بقى في الاصدقاء اللي هم عايشين بره العالم العربي او بره العالم الاسلامي ويقدروا ان هم يسجلوا. اتجهت لالبير صابر سالته، اتجهت لصديقي عماد الدين حبيب، كان شخصيه شجاعه بصراحه. عماد من المغرب، مؤسس المجلس المسلمين السابقين في المغرب وفي لندن حاليا عندكم. فسجلت مع البير، سجلت مع عماد، كلمت مع علياء المهدي ووافقت علياء يعني اتحمست الفكرة. ظهور علياء كان حاجة كبيرة يعني في فكرة، ادى زخم في البداية كده، زخم جميل ان علياء المهدي موجودة في برنامج اسمه البط الاسود بيستضيف ملحدين. فالموضوع اخد زخم يعني، البرنامج اخد زخم. انا يمكن بادئ الموضوع بقدم رجل وباخر رجل، مش عارف اعمل ايه بقى. الادوات اللي كانت معايا طبعا الادوات اللي وقتها يعني جهاز كمبيوتر متهالك يعني، لو انا كان نفسي اصور جهاز الكمبيوتر اللي كنت بشتغل فيه الفتره دي، لان هو كان مضحك يعني. كانت تعرفين في مذر الكمبيوتر بيبقى فيه جوه منه حاجه اسمها مذر بورد، اللوحه الام جوه الكيسه. فانا ما كانتش عندي الكيسه دي اصلا، فالمذر بورد دي كانت بره كده، حاطط كرتونه وفوقيها المذر بورد. فكل ما عاوز اشيل الكمبيوتر لازم افصله واشيل حاجه منه عشان ما اقدرش انقله الكله على بعضه. اشيل المذر بورد لوحدها، الكيبورد لوحدها، كانت مشكله يعني. فبس بدات رغم سوء سوء التسجيل في الوقت ده، والانترنت بطيء طبعا جدا، وبسجل في البيت وده مشكله كبيره. يعني ماما تتعارك معايا، الجيران من القرايب يعني تعرف بقى الى حد ما تعرف في العيله يعني. من اسماعيل ما كانتش لسه بقى الحلقه بتاعت التلفزيون دي. بس بعد المرحله دي جت بقى فهنا فبدات بقى يعني. كان هنا القرار، وكانت هنا البدايه، وبدات فعلا في البرنامج. كان الموضوع صعب جدا، لان ما كانش حد بيوافق يسجل، بيخافوا يعني. ما كنتش اعرف ملحدين كتير ولا دينيين كتير زي دلوقتي طبعا، ما كانش لا دينيين كتير برضو زي دلوقتي، او المجاهرين او بيعرفوا في موقفهم طبعا زي دلوقتي. كان الموضوع صغير جدا او ضيق قوي يعني. بس صراحه يعني مع مرور الوقت ما بقتش ملاحق يعني. جت عليا فتره زي ما انت جيت قلت لي مره جن، قلت لي انا كل يوم هسجل حلقه، كل يوم بسجل. انا جت عليا فتره بقى الموضوع بدا يبقى كده معايا، خلاص رسائل كتير وناس كتير عايزه تتكلم وناس كتير عايزه تسجل، وما كنتش فعلا بلاحق. فهي دي قصه يعني بتاعت البرنامج البطل الاسود. طيب اسماعيل، في حدا اتصل فيك مثلا بسبب برنامجك، بسبب شخصيتك، باقوالك، ترك الدين وصار ملحد؟ في عندك قصص اذا بتحكي لنا اياها؟ تفضل. يعني ناس كتير يعني، ما يعني ناس كتير ما لا لا يعني اللي حصل يعني المواقف دي كتير جدا، بس ما يعني مش فاكر حاجه. مثلا يعني من ضمن القصص، مثلا كان في جاري في الشارع، واحد في الشارع جاري، اصدقاء احنا لحد النهارده. ده واحد من الناس اللي تخلت عن الدين يعني دون ذكر اسماء. ده واحد من الناس يعني، ما كنتش اتوقع يعني لا حد جاري يعني عنده موقف من الدين بسبب نشاطي يعني، او الى حد ما بسبب النشاط بتاعي. ناس كتير بتكلمني يعني. اعتقد في يعني ليا صديق مثلا بوجه له تحيه كبيره جدا. ليا صديق يعني من ضمن الاصدقاء، احنا اصدقاء جدا حاليا، مش عايز اقول اسمه. هو بسبب البرنامج يعني اخذ موقف من الدين، واحنا اصدقاء لحد دايما بنتواصل مع بعض. ففي قصص كتيره يعني، يمكن اغلبها بتبقى يعني ما لا تحضرني حد شخصيه حد مع، بس كتير جدا ناس البرنامج شجعهم يعني، كانوا يعني فكره ان هو عرفهم، شجعهم، خلاهم يتكلموا. اصل الهدف برضو مش الهدف ان مش الهدف ان في حد يسيب الدين، الهدف
ان احنا نتشجع فعلا نفكر، نتشجع فعلا نتعامل بموضوعيه مع الاحداث والتاريخ والى اخره، لان القرار ده يعني ما انا بالنسبه لي قرار غير مش مهم، القرار في نفسه يعني مش مهم، الاهم ان احنا نخوض التجربه لان هي تجربه غنيه جدا بمعارفها بمعلوماتها زي ما انت برضو قلت لي قبل التسجيل، قلت لي انا كنت فاكر الموضوع سهل، بس اكتشفت ان من التجارب اللي اتقالت لي اكتشفت ان في ناس بتعاني وناس بتعيش صراعات وناس فالموضوع فعلا الارث الديني تقيل جدا في مجتمعاتنا وتقيل جدا في عقولنا، وبيكون بيكون بيبقى بيبقى جزء اساسي من شخصيتنا ومن سيكولوجيتنا النفسيه ومن حياتنا الاجتماعيه والعمليه يعني. فبيبقى فكره تتخلى عن ده او هذا يتغير، الموضوع مش سهل، بيبقى مجهود كبير جدا، ومش كل الناس محظوظه زينا يعني، او مش كل الناس لديها القدره يعني. صحيح، للأسف يعني صديقي إسماعيل، للأسف في ناس بتعاني كتير. يعني أنا بالنسبة لي حكيت لك قبل التسجيل، كنا عم نحكي إنه مسألة الإلحاد جت معي يعني بقرار سريع، وما احتجت إنه أدخل دوامة الخوف ودوامة البحث والمسائل هاي. إسماعيل، قبل التسجيل كنا عم نحكي عن المثالية عند الملحدين، يعني الحلول المثالية اللي يطرحوها الملحدين، يعني يعطوه مثل ما قلت انت، يعني يعطوا الشيء اكثر من حقه. يعني نحن شعوب متخلفه ويريدون قادتنا يكونوا من الطراز من سويسرا، يعني شعب افغاني وقائد من سويسرا، فهل يصلح؟ يا ريت تحكي لنا عن المثاليه هي. تفضل. دي مشكله اعتقد، يعني يمكن ميزه وعيب. ميزه من مميزاتنا احنا كعلمانيين او كناس يعني غير متزمته بالدين، ان احنا بنختلف جدا مع بعض، يعني احنا بنتباين جدا. يعني ممكن يعني اضرب مثل يمكن كل الاصدقاء او اغلب الاصدقاء اللي بيتابعونا عارفينه، يعني انا وصديقي احمد حرقان مثلا، انا احنا الاثنين كفار ملحدين صرف يعني، ولكن احمد بيعالج يعني ليه وجهه نظر مختلفه عني في بعض المواضيع تختلف عني انا، على الرغم من كده احنا اصدقاء واصحاب والى اخره. ميزتنا احنا كعلمانيين ان احنا بنختلف عن بعض، وده شيء كويس جدا. بس من اكتر العيوب اللي انا بشوفها بصراحه فينا احنا كعلمانيين او كملحدين او يعني خلينا نقول كعلمانيين يعني لان هي دي الشريحه الكبيره، يعني ان احنا في شق كبير جدا مثالي عندنا يعني. وعلى فكره ده شيء مش يعني انا بشوف انه ممكن يبقى خطر كمان، لان المثاليه دي جايه من الفكر الديني عموما، فكره المثاليه والفكر الحلول اللي هي النهائيه والحلول الجميله جدا دي او الحلول اللي هي يعني ممتازه، ده فكر ديني يعني، فكر جاي من الدين اصلا. يجب ان نتحلى بالموضوعيه، يجب ان نتحلى بالواقعيه، ويمكن دي النقطه اللي انا اتكلمت معاك فيها قبل التسجيل. انا بشوف يمكن ان احنا كمجتمعات عربيه احنا لا نستحق فعلا الحياه اللي احنا عايشينها دي. بمعنى يعني انا الميكروفون اللي بكلمك منه ده ميكروفون صناعه غربيه، الاضاءه اللي انا منوراني المكان، الكمبيوتر اللي انا بكلمك منه، الانترنت، حياتنا كلها، التيشيرت اللي انا لابسه ده، مكنه الحلاقه اللي انا حلقت بيها دي، كل الحاجات دي، كل احنا فعلا لا نستحق كل بلاش كل الكلام اللي انا قلته ده. فكره البرلمان، فكره الدستور، فكره الدوله، فكره القوانين المدنيه، كل الحاجات دي فعليا احنا لا نستحقها. احنا ما عملناش حاجه عشان نحصل على كل الحاجات دي، الحاجات دي كلها فرضت فرضا علينا، مفروضه علينا. يعني انا اكاد اجزم ان فكره القانون والقاضي والقانون المدني والجزاءات والعقاب وكل المنظومة دي، منظومة القضاء ومنظومة الشرطة ومنظومة كل المنظومات والمؤسسات اللي موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعاتنا العربية، هي أكثر مما نستحق. ده الواقع، إحنا شعوب جهلة. خليني أتكلم على مصر بما أني مصري، بلاش حد عشان ما حدش يزعل مني من الأصدقاء اللي في الدول المجاورة. يعني الشعب المصري
مع احترامي الشديد، انا واحد مصري يعني، انا ابن مصر وانا مصري، بس مع احترامي الشديد لكل، احنا شعب جاهل، احنا مجتمع جاهل، فعلا فعلا احنا مجتمع جاهل جدا جدا. احنا الرئيس السيسي اللي هم بيقولوا يعني، اللي يعني كتير جدا بينتقدوه، انا من وجهة نظري انا شايف ان الرئيس السيسي ده كتير علينا يعني، احنا ما نستحقش الرئيس السيسي، احنا نستحق واحد زي، مع احترامي برضه لشخصه، واحد زي مرتضى منصور، واحد زي ابراهيم توفيق عكاشة، احنا نستحق ده. وربما هذا الشخص يعني واحد زي توفيق عكاشة او مرتضى منصور هو اكثر مما نستحق برضه يعني، يعني دول يعني، ما يعني احنا ما نستاهلش كمان واحد زي توفيق عكاشة، خساره فينا توفيق عكاشة، الاستاذ توفيق عكاشة خساره في الشعب المصري، ده الحقيقه، دي الواقع. انتوا لو بتتفرجوا على البرنامج، في برنامج اسمه مذيع الشارع من وكاله صحفيه اسمها دوت مصر، بينزل يسال الناس في الشارع بالميكروفون كده والناس تتفاعل معاه والجو، لو تشوفوا مستوى الردود ومستوى التفاعل والكلام اللي بيتقال، انا ده شعبي ودول اهلي ودول ناسي، انا مش بس مش بقلل منهم، بس انا بوضح حاجه، لما بلاقي حد جاي بيتكلم على القوانين واحنا لازم نتغيره، مش عارف قانون ايه، ولا للتعذيب، ولا مش عارف انتوا تشكروا الظروف اللي خلت عندنا في حاجه اسمها جهاز الشرطه. يعني احنا لا نستحق هذا، احنا ما نستحقش حاجه اسمها جهاز شرطه، وما نستحقش حاجه اسمها البدله اللي هي بدله الضابط، الضابط بيلبسها دي 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 دي, دي, دي رفاهيه، دي انا بشوف ان هي رفاهيه، احنا ما نستحق، ما نستاهلش ده، احنا نستاهل عادات العرب اللي هم يقعدوا يحلوا المشكله كده كلام ودي مثلا يعني، الا الشغل احنا يعني، الاسلام يليق بنا، التعاليم الاسلاميه والحدود الاسلاميه بتاعت الجلد والذبح والقطع اليد والحاجات دي، هي دي اللي تليق بمجتمعاتنا ومستوى المستوى الثقافي والمستوى العلمي ومستوانا يليق بالحاجات دي. فانا بستغرب جدا يعني، انا مثلا يعني لو بصينا على خطاب او خطابات او حديث السيسي اللي بيتكلم فيه عن الثوره الدينيه، انا ذهلت، انا ذهلت لما سمعت رئيس جمهوريه بيقول الكلام ده. انا لو اطلع اقول الكلام ده في التلفزيون هاتهم بالعماله والخيانه وهيكفروني وهيطردوني من التلفزيون، لو طلعت قلت ان احنا محتاجين ثوره دينيه زي اللي السيسي قالها كده مثلا يعني. فانا مش عارف الانتقاد الشديد لمؤسسات الدولة، والانتقاد الشديد يعني احنا لما رفضنا الاخوان المسلمين، احنا رفضناهم ليه يعني؟ عشان ما طبقوش القانون ولا عشان لا، رفضنا لما يجب ان ده يكون واضح يعني احنا رفضنا فكرة وجود الاخوان المسلمين او التيارات الاسلامية ليه؟ كان ايه سببها يعني؟ سبب يعني الناس كانت هترجعنا لورا 1400 سنة 2000 سنة، فكر سوداوي، فكر باي، ففكره ان احنا دي ده السبب وراء ان يعني ان احنا ما صدقنا ولادين الكلب دول يغوروا مثلا، يغوروا من حكم مصر. ولكن انا اجي انتقد دلوقتي يعني مؤسسات، انا شايف ان هي خساره اصلا فينا، احنا ما نستحقش ده الحقيقه، والكلام ده انا بشوف انه ينطبق على بقيه المجتمعات والدول المجاوره يعني. فاتمنى ان احنا نكون اكثر عقلانيه، ان فكره التغيير نفسها، فكره ان احنا نغير الواقع بتاعنا ده، مش هتيجي يعني احنا نشيل السيسي ونجيب واحد تاني. احنا 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 نشكر الظروف جدا ان احنا عندنا واحد زي السيسي ده. وانا يمكن الكلمه دي اتقالت لي من اصدقاء كتير جدا من العراق، يعني من العراق قالوا لنا احنا بنحسدكم على السيسي، بنحسدكم، روحوا بصوا على العراق، احنا ما نفرقش كتير يعني الشعب المصري ما يفرقش كتير عن الشعب العراقي والحاصل حاليا في العراق او الحاصل حاليا في سوريا، ما هي كلها واحده. يقول لك لا اصل في العراق في شيعة وفي مش عارف سنه، احنا عندنا في مصر مليون طائفه، مليون، وعندنا بلاوي سود، بس كله مش ظاهر يعني، او ما خدش حريته ان هو يظهر. لو فكره ان يقول لك طب لا احنا عايزين مش عارف رئيس مدني، احنا عايزين رئيس مش عارف ايه، احنا لو جبنا رئيس لو جبنا باراك اوباما يحكم مصر مش لن يقدم شيء، لان المشكله مش في شخص رئيس جمهوريه ولا في شخص،
لازم نفهم، لازم نعرف ايه يعني، لازم نعرف ازاي نحل المشاكل دي، مش بالطرق اللي هي نشيل رئيس ونجيب رئيس تاني ويعمل انتخاب. ما احنا عملنا انتخابات مجلس الشعب، شفتوا الاشكال اللي جات لنا في مجلس الشعب؟ يعني يمكن لولا 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 شويه النواب اللي حطوهم السيسي وضع يد كده في مجلس النواب، كان عندنا كان هيبقى عندنا مجلس شعب كوميتي يعني. مسرحيه يعني، زي كده نقعد نتفرج عليه، زي ما زي سك على بناتك ولا شاهد ما شافش حاجه، نقعد نتفرج على البرلمان المصري. ده اللي ايه المفروض ان هم الصفوه، صفوه المجتمع اللي هيحط التشريعات والقوانين اللي هتمشي البلد، هم دول. بالضبط بالضبط اخي اسماعيل. يعني انت قلت الشعب السوري ولا الشعب المصري ولا الشعب العراقي، صدقني يعني طينة واحدة وثقافة واحدة، ويعني ما أظن بيفرقوا كتير. يعني مصر كان ممكن كتير يعني المسيحية والمسلمين يساوي حرب أهلية يعني، شكرا للظروف مثل ما بقولوا. مصر أقل شيء، مصر هي النواة يعني العالم الإسلامي، إنه ممكن تصير مثل. ونشكر الظروف إنه ما صارت حروب معنا. انا احب اقول للشباب اللي هم الثوار، لان الشباب الثوار، انتوا لو عايزين فعلا هدفكم تغيير، صدقوني المسارات اللي احنا جربناها ومشينا فيها، وانا كنت واحد من الناس دي يعني، انا مش عبقري كمان، ما تاخدوش كلامي ان انا يعني بنظر وان انا بقول كلام كبير وان انا فاهم كل حاجه، انا ممكن يبقى وجهه نظري كلها غلط، بس المسارات اللي احنا ماشيين فيها، فكره بالطريقه الكلاسيكيه بتاعت الثورات بتاعتنا دي، انا دي طريقه فاشله، ولازم لا يجب ان نعي هذا. احنا عايزين نوعي الناس دي. احنا الشعب المصري كله لو سالته يعني ايه قانون او ايه قوانين او يعني ايه يعني ايه يعني يعني امتى يتقبض عليا وامتى اتفتش، الشعب المصري كله ما يعرفش حاجه عن القانون. القانون اللي انتوا بتهاتوا في مش عارف، ما ينفعش نقبض على الناس كده، وما ينفعش مش عارف ايه، ما حدش فاهم اصلا ايه قانون، الناس كلها فاهمه دين. فيا ريت يا ثوار اللي عايزين فعلا تغيروا، عرفوا الشعب المصري ايه هو القانون، عرفوه ايه القانون، على الاقل هنقدر احنا هيقدر يقف قدام الضابط المرتشي او الضابط اللي سيكولوجيته مش مظبوطه، ويقدر ياخد ويدي معاه. لكن احنا شعب جاهل حتى بالقانون، احنا شعوب جهلة. فيعني اتمنى فكرة التغيير وفكرة الثورة تكون ثورة على الافكار، ثورة على لتعليم الناس، افتحوا مدارس، اعملوا مدارس قانون. بكلم الشباب الثوار اللي بيقضوا وقت كبير جدا من اجل حلم التغيير. انا لا اشكك في نوايا احد ولا اشكك في اهداف احد، بس المسارات بتاعتنا غير صحيحة على الاطلاق. صحيح صحيح اخي اسماعيل. انا يعني اشجع انه الناس يا اخي قبل ما تعرف تفرضوا قوانين، عرفونا اقل شيء سبب الجهل. ليش نحن جهلة؟ ليش شعوبنا في حروب، في ذيل الامم؟ يعني الطبقه المثقفه خلينا نقول، فهموا الناس ليش هو ترجع كل شيء بثقافتنا العربية الإسلامية، ترجع للإسلام يعني للدين للغيبيات. لما تخلي الإنسان العادي يتخلى عن الغيبيات، هداك الوقت ممكن تحكي بقوانين، تحكي كيف القوانين، وممكن يتفاعلوا مع كل الناس يعني. على كل حال أنا بشجع أصدقائنا أنه يكتبوا لنا أسئلة تحت الفيديو. على فكرة انت كمان لما تيجي تقول كده بقى، لما تيجي يعني مثلا انا لما اقول مثلا اتكلم بالشكل اللي هم بيشوفوه شكل ايجابي، يعني السيسي يقول لك بص، اول حد بيتهمك الاصدقاء اللي هم يقول لك العلمانيين والاحرار وحرية الفكرة، يقول لك انت 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 ايه، انت دولجي، انت امن، انت ارهابي، انت واقف مع واقف مع مش عارف، انت بتعرص للسلطه. يعني حتى الاصدقاء اللي هم بيتبنوا الخطاب التنويري والعلماني والحريه الراي والتعبير، هم اصلهم بيقمعوا اي حد يخالف رايهم. يعني يقول لك لا انت كده بتعرص للسيسي، انت كده مش عارف ايه، عشان ما يتقبضش عليك، ولا عشان ما حدش يحكم عليك، ولا عشان ما اخد بالك. يعني اول حد بيتهمك او اول حد بيرفض فكرة ان انت ليك وجهة نظر في اللي بيحصل، هم للأسف يعني للأسف الاصدقاء اللي من محسوبين على التيار العلماني، محسوبين على التيار. وانا بستغرب جدا اللي بيقعد ينظر ده ويقول لك رئيس ورئيس مش عارف، رئيس
ايه زاد القمع في عصره، ولا وده محسوب على التيار العلماني، ومحسوب على اصحاب الفكر واصحاب الثقافه. يعني انا بضحك فعلا لما الاقي حد كده المفروض ان هو يعني شخص يعني عاقل وفاهم وعارف مدى، المفروض يعني يكون عارف مدى الجهل المستشري في جسد المجتمعات بتاعتنا، المجتمع المصري متفاهم، يعني متفاهم مدى الجهل، وجاي ينتقد مثلا وجود السيسي. لا انا بشكر الظروف، ده انا يعني انا لو كنت ما زلت مؤمن ومسلم كنت طول النهار افضل اصلي لربنا شكر على وجود شخص زي السيسي كده في سدة الحكم في مصر. يعني بس دي كفايه كلام كده، كفايه حاجة. صدقني اسماعيل، انا اتمنى يكون عندنا سيسي سوري بصراحه، يعني بتمنى يكون عندنا سيسي سوري انت للاسف. شفت اللي انت شايف اللي شفت اللي بيحصل، شفت انقسام. انا معاك يا سيدي، الجيش منيل ب 60 نيله، وفي فساد، وفي في في في, في. بس يعني انا يعني مؤسستنا العسكريه كويس ان هي ماسكه نفسها، كويس ان ما حصلش اللي حصل في سوريا. انت عندك دلوقتي سوريا لواءات جيش انشق ومش عارف ايه، لكن انت عندك الجيش المصري النهارده ما فيش حاجه اسمها انشقاق، وما فيش حاجه اسمها الكلام الفارغ اللي حصل حوالينا في كل حته، واحنا كنا يعني قابلين ان ده يحصل. يعني مش ما مش ان احنا يعني هي جت معانا كده باي لك يا جان، مش ان هي يعني محسوبه، ولا هي جت معانا بالحظ، يعني مش فكره ان هي مش انا برايي الشخصي طبعا، يعني الجيش المصري في نوع من الوطنيه من بدايته، يعني الطائفيه، النوع الطائفي، الزخم الطائفي ما في. يعني الجيش السوري بيختلف، الجيش السوري انا خدمت فيه وكنت عسكري بالجيش السوري، يعني الطائفيه الموجوده بالجيش السوري يعني جيش طائفي بكل معنى الكلمه، للاسف الشديد، وكله نابع من ثقافتنا القذرة هاي، الثقافة الإسلامية للأسف. طيب إسماعيل، نحن قرينا لك كثير بوستات على الفيس. أنت لا تكره إسرائيل. على قولة غنية اسمه هذا، أنا بكره إسرائيل. شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم. إسماعيل لا يكره إسرائيل. يا ريت تعطينا وجهة نظرك عن دولة إسرائيل. في كثير ناس هاجموك يا إسماعيل، أنت بتحب إسرائيل وأنت بتقدس إسرائيل، وإسرائيل دولة وإسرائيل عنصرية، وإسرائيل بتقتل وبتضرب. يا ريت تعطينا وجهة نظرك أنت شخصيا كإسماعيل عن دولة إسرائيل في هالمنطقة هاي. تفضل. انا بصراحه بستمتع قوي، بكيف قوي لما يقولوا لي انت صهيوني، انت صهيوني، انت بكيف ببسط. انت واقف مع الدوله الارهابيه، اقول له ايوه انا ارهابي، يقول لي يعني انت تريد، انت شايف ان اسرائيل، انت مع اسرائيل تبيد الشعب، اقول له ايوه تبيدكم كلكم عن بكره ابيكم. يعني فكره يعني ناس مش عارف انا ناس بتفكر ازاي، مش فاهم انا المشكله. ان هم يقول لك ايه، يقول لك انت ايه، انت عار على الملحد والملحدين، انت منشطات التعبير برضو والشعارات اللي هم حافظينها، وجايين جايين من جايين برضو من الاصوليه الاسلاميه وحافظين الشعارات دي، فكره الكراهيه. انا لا اكره، انا لا احكم على لا احكم على اي حاجه بمشاعري وبمشاعر الغضب، واكره واحب. انا لا بكره اسرائيل ولا بحب اسرائيل، انا بتعامل يعني بمنتهى الموضوعيه، او بحاول ان انا اتعامل بمنتهى الموضوعيه والعقلانيه. اقل عاقل يعني اقل عاقل اقل عقل اقل عقل لو فكرنا كده بشكل، بلد بقى لها 60 سنه، 60 سنه من خلق، وجدت من لا شيء كده، وجدت من لا شيء، بقى في دوله، وبقت دوله ليها اعتراف من العالم كله، ها بقت دولة بيضرب بيها المثل النهاردة، هيقول لك بقى مش عارف ايه، وفيها عنصرية وفيها ما، لكن بقت دولة من لا شيء. ألا يستحق هذا القليل من يعني؟ احترم عدوك يا أخي، احترم عدوك، ولا انتم ما تعرفوش الثقافة دي، ما تفهموش الكلام ده، احترم عدوك. انا احترم اسرائيل، انا احترم تجربة اسرائيل، دولة وجدت من لا شيء، ماشي داست على فلسطين، قتلت وعملت وسوت، انا ما عنديش مشكلة في كل ده، انا بتكلم على دولة حفظت اوجدت نفسها وخلقت نفسها وعملت كيان من لا شيء.
يقول لك اصل مش عارف ايه اليهود، اصل اليهود شاطرين، اليهود متحكمين في المال العالمي، في الاقتصاد العالمي، اليهود ماسونيين. طب يا سيدي يا ريت نبقى ماسونيين زيهم. يقول لك اسرائيل دولة دينية. انت ملحد وبتدافع عن دولة دينية يا اخ اسماعيل؟ انت بتغالط نفسك. طب يا اخي يا ريتنا، يا ريت العالم كله يبقى دول دينية زي اسرائيل. انت دول يعني ايه دولة دينية؟ مش فاهم يعني ايه دولة. يعني انت عايز تقول لي ان اسرائيل زي السعودية مثلا؟ انت ده اللي انت عايز توصله لي مثلا يعني؟ يقول لك اصل اسرائيل دولة قائمة على ايه؟ قائمة على الديانة اليهودية. بص احنا حافظين مانشيتات يعني جمل كده حفظ حافظينها بالظبط. فلا يا اخي لا، يعني انا احترم تجربة اسرائيل. ما عايز تقول لي ان اسرائيل فيها عنصرية مثلا وبيعاملوا مش عارف ناس ايه؟ بس العنصرية موجودة في كل مكان، في امريكا في عنصرية، في اوروبا في عنصرية. مش حنين يعني، انا مش بقول لك اسرائيل دي الجنة او الدولة الجنة، ولكن مقارنة من قارن يا اخي اسرائيل بالدول اللي، طب بلاش دي بلاش دي، الدول التي يقال عنها عربية دي كلها دول مش عربية. احنا كلنا تم احتلالنا احتلال عربي اسلامي من 1000 سنة ولا من 1200 سنة، تم احتلال. ليه مش بنتكلم على الاحتلال؟ ما هو ده اغتصاب للارض واغتصاب للفكر واغتصاب. احنا اغتصبنا من 1200 سنة 1300 سنة على ايد الاحتلال العربي الاسلامي، او ما يقال عنه الفتح العربي الاسلامي. فالفكرة انا مش انا 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 مش مع ان اسرائيل تقتل، او ان انا بشجعها ان هي تقتل. يعني مبسوط ان هم بيبقى ان الفلسطينيين بيموتوا. وعلى فكره يمكن الكلام ده برضو ناس ما تعرفوش عني، انا متربي مع فلسطينيين، انا اعز اصدقاء عمري كلهم فلسطينيين. انا من عندي من سن 6 سنوات او من سن 7 سنوات اصدقاء عمري هم فلسطينيين في الاصل، من نابلس ومن خليل ومن طول كرم. يعني انا اصدقاء حياتي كلهم فلسطينيين. فما حدش بقى يزايد ويقول لك ده صهيوني، ده يقول لك ده مش عارف ده ممول، ده يقول لك ده ايه، ده بيناقض نفسه مع دوله. لا يا اخي، دوله اسرائيل ليست دوله دينيه. اسرائيل ماشي قايمه على الحلم، الفكره الدينيه والفكر التجميع اليهود وارض الميعاد، ولكن الناس اللي كونت اسرائيل دي اصلا اللي وضعوا الحجر الاساسي كلهم كانوا كفار ولا دين كلب ملحدين، وان كانوا يحسبون على اليهود او يحسبون على القوميه اليهوديه او الى اخره. ففكره ان احنا نعادي من اجل المعاداه او نتعامل بمشاعر مع حاجه زي كده، انا يعني رافضها تماما. بس للاسف يعني خلينا نشوف يعني هم ما هو ما بيشوفش الا حاجه واحده بس، يقول لك ده دي هدمت بيوت الفلسطينيين، دي هدمت مش عارف بيوت. طب انت يعني يا اخي انا مش فاهم، وحده عربيه ومجموعه عربيه، كل الاراضي العربيه الاسلاميه دي ما عرفتوش تعملوا فيها اي حاجه، وهي دي حته الارض تعملوا فيها يعني، حته الارض الصغيره دي بقت احسن دوله بيزرعوا فيها واحسن دوله في بحث علمي على مستوى المنطقه، بقت اخذت مرتبه على مستوى العالم النهارده. اسماعيل في عندنا اتصال من الاخ علي العراقي. اخي علي مرحبا. مرحبا جان، اهلا وسهلا اخي اسماعيل. علي تفضل اخي علي، اذا في عندك اسئله لاسماعيل، في عندك مداخله تفضل. في البدايه طبعا يا جان انا اشكرك واشكر الاخ اسماعيل على هذا الحديث الشيق، وبصراحه يعني كلام جميل وواعي. اسماعيل يعني بصراحه لا يمل، وبرنامجك ايضا لا يمل. تحيه ايضا لمشاهدي هذا البرنامج اينما كان، هذا البرنامج الواعي والواعد والذي يمثل كما أسلفت في اتصال سابق أنه نقطة ضوء وسط ركام من الظلام الذي يلف منطقتنا العربية بكاملها. في الحقيقة يا أخي جان، أنا يعني في البداية بودي أن أثبت نقطة أساسية يعني لو تسمح لي. يعني تفضل. النقطة الأولى، شوف إحنا نقاشنا الآن وحوارك أنت وإسماعيل كيف يعني يتسم بالعلمية، يتسم بالهدوء،
يتسم بالمنطقية، يبتعد عن الصراخ والزعيق الذي اعتاد عليه المنبريون واعتاد عليه خطباء الظلام كما أسميهم، تشتت فيه الأفكار وتضيع فيه الثمرة. يعني الحين احنا الآن ساعة، وأنا أتمنى أن يطول البرنامج بعد ساعتين. عيونك راح يطول يعني ساعتين ثلاثة إذا إسماعيل عنده وقت، يعني بلا ملل أقصد، يعني ساعتين ثلاثة من رغم من أن الوقت تأخر بلا ملل. لماذا؟ لأن هذا النوع من يعني من الوعي، من نقض الثمار هذا الوعي، ونحن بحاجة إليه، بحاجة ماسة، حاجة ماسة وشديدة لهذا النوع من النقاش الهادي، بعيد عن العقد، بعيد عن يعني المشاكل النفسية وردود الأفعال ومشاكل ذلك والأحقاد، إنما هو مشروع جميل تنويري. فعلى كل حال أنا أود أن أسلط أو مفهوم أساس في هذا المجال، إنه إحنا كتنويريين لا مشكلة لنا مع فكرة الله، لا مشكلة حقيقية مع فكرة الله، يعني أن يكون هناك إنسان يعتقد بالله، فلا تمثل عقبة كأداء أمام يعني التحرر وأمام بناء مجتمع رشيد ودولة عادلة. لا تقف هذه الفكرة أمام تقدم المجتمع، والدليل على ذلك أنه كثير من البلدان المتقدمة شعوبها يعني على كل حال عوام الناس تؤمن بمعتقدات معينة. يعني في اليابان لا أظن أن الأغلبية من اليابانيين ملحدين مثلا، أو ربما عندهم اعتقادات غيبية، كيف تكون هذه الاعتقادات مشكلة، بس في كل الأحوال أنه لديهم عامة الناس لديهم بعض المعتقدات، يذهبون إلى معابدهم، يقيمون كرنفالات احتفاليات، هذا ما يصلنا له يعني خلال مشاهدات يعني عبر وسائل الإعلام. طبعا أنا لم أذهب إلى اليابان، ولكن أعتقد هكذا، صححوا لي إن أخطأت. يعني أنا تسليما ولست يعني ألقي فكرة معينة محددة. ولا يهمك. في عندك شيء أسئلة للأخ إسماعيل؟ نعم، عندي سؤال للأخ إسماعيل، إنه ما أكمل فكرة يعني كيف انه هل صدم بعدنان ابراهيم لانه قطع الصوت، قطع الاتصال في هذه اللحظه، هو وصل الى انه تنبه الى وجود الشيخ عدنان ابراهيم وبدا يتابعه وبدا يعني يعني يلتقي به مثلا بطريقه او باخر او يستلهم منه؟ اظن كان يسمع مناظراته فقط، يسمع محاضراته فقط يعني اظن. لكنه لم نفهم فيما بعد، يعني هل هو صدم، هل هو يعني الذي حصل بعد ذلك، يعني كيف تطور الفكرة عنده بعد عدنان إبراهيم، بعد لقاء، هل هو بعد ذلك تجاوز هذه مرحلة عدنان إبراهيم لا ما غيرها، وكيف؟ وطبعا تجاوز عدنان إبراهيم وانتهى الموضوع. عدنان إبراهيم يبقى جزء من تيار الدين، يعني وإن كان يعني يطرح أطروحه ربما إطاره العام مختلف، ولكنه متدين على كل حال وبعيد عنا يعني بعدا تاما طبعا إبراهيم، لكنه أفضل من غيره، يعني أفضل من غيره بالمقارنة النسبية. مع عدنان إبراهيم شيخ صعد ولا نزل هو شيخ. على كل حال هذه نقطة. وأيضا أريد أن أقول أنه التنويريين أيضا لا مشكلة لهم مع التدين الشعبي، هذا المشكلتين يعني لا يمثلان، أو قضيتين لا يمثلان مشكلة أمامنا. الاعتقاد بفكرة أنه ثمة خالق لهذا الكون، والتدين الشعبي صراعنا الحقيقي مع من نصبوا أنفسهم وحامين لهذا ما يسمونه الدين. صراعنا مع هؤلاء الذين هم نصبوا أنفسهم، لم ينصبوا أحد، هؤلاء الكهنود الذين يقتلون الناس وينحرون الناس ويشيعون الكراهية بين الناس ويعملون على الفتن ويقفون أمام تقدم المجتمعات وتحررها وبناء يعني المستقبل هذه المنطقة. هؤلاء يمثلهم في الدرجة الأولى هيئة كبار العلماء في السعودية، ثم الأزهر، ثم الحوزة الدينية في النجف وقم. صحيح. ثم لا أدري أحد أخواننا ربما في المغرب العربي يحدثنا إن كان
يلحق جامع الزيتون لأنه هو شبيه بالأزهر هنا، يلحقهم بأنه مثل الحاضنة ومفقس للظلاميين والإرهابيين والمتطرفين أو لا. هذا يعني متروك لإخواننا ربما ينورونا أكثر في المغرب العربي حول يعني رؤيتهم بهذا الجانب، لأن نحن بعيدين عن هذا الجو، لكننا قريبين من الأزهر، قريبين من السعودية وهيئة كبار العلماء، ما يسمى طبعاً صغار العلماء هم صغار الناس، ليسوا علماء أصلاً بهاليل يعني للأسف. أحسن، كيف يعني أصلاً من العيب والمخزي أن نطلق عليهم لفظة علماء، هذه الكلمة الجليلة المحترمة الراقية، مجموعة بهاليل على العوران والعميان. شكرا كثير اخي علي، شكرا كثير لمداخلتك وشكرا كثير لاتصالك، وخلينا نسمع الاغا اسماعيل، خصوصا الصدمه اذا انصدمت بالشيخ ابراهيم ولا لا الشيخ عدنان. هي ما كانتش صدمه هي ما كانتش صدمه في عدنان ابراهيم نفسه، يعني ما كانتش صدمه ما نلخصهاش برضه في عدنان ابراهيم، هي كانت صدمه او مش صدمه، هي كانت فوقه ما بين المنهج العلمي والمنهج الديني. هو عدنان ابراهيم الميكس اللي عامله في ايه بالظبط؟ لما الشباب او الباحثين او اللي هم عندهم شغف بالاسئله وطرح الاسئله بيبداوا يدوروا وكده، بيصطدموا باصحاب المنهج العلمي وبيتاثروا جدا بيهم، يعني بيتاثروا بالاطروحات وبالخطابات وبالخطاب العلمي، بيتاثروا بيه جدا، فاوتوماتيك بيحصل مشكله، لان انت عندك خطاب ديني يعني منتهي الصلاحيه تماما بالنسبه للعصر بتاعنا ده، فبيبداوا يدوروا على خطاب ديني يراعي الخط، يعني يراعي ما يقدمه الخطاب العلمي، لان لسه المنهج العلمي لم يعني لم يصبح شيء واضح في عقول هؤلاء. يعني احنا طالعين من الحضيض من الاديان، فبنصطدم بالمنهج العلمي، بنعجب بيه، بننبهر بيه، بنبدأ نقتنع بعض الشيء بأساسيات موجودة فيه، ولكن لم نفهم بعد ما هو المنهج العلمي وما هو العلم. فبنبدأ ندور بقى في الدين، طبعا بنلاقي الخطاب الديني التقليدي بائس، فنبدأ ندور. فعدنان إبراهيم عامل يعني مش ميكس، يعني يقول لك الحديث النبوي، سامعني؟ يقول لك الحديث النبوي ويلحق الحديث، يقول لك نيتشه قال ومش عارف ديكارت قال، فبيبقى عندك خطاب ديني اللي انت عايزه او بتدور عليه مطعم في تطعيمات بالمانشيتات العلميه الجميله اللي هي عاجباك وداخله دماغك، فبتلاقي راجل دين قدامك، هو راجل دين بس في نفس الوقت بقى مش على طريقه الخطيب الجمعه الجاهل المتخلف اللي ما بيفهمش حاجه، ها، لان انت بقى بتسمع بقى بتشوف الفيلسوف ده قال ايه والفلان ده قال ايه والثائر المفكر الفرنسي قال ايه والالماني قال ايه، فهتسمع خطبه الجمعه بتاعتنا هتطلع تبقى عايز تضرب الشيخ ده على قفاه، تقول له اللي انت بتقوله ده يا عم اقعد على جنب في حته ناشفه. فعدنان ابراهيم الميزه بتاعته بالنسبه لشباب كتير ايه؟ ان هو عنده بقى عمليه التطعيمات بتاعه المنهج العلمي، يقول لك داروين، هو في خطيب جمعه بيعرف يقول كلمه داروين حتى ما يعرفش يقول، ولا نظريه النشوء والارتقاء هو ما يعرفش يقولها اصلا. فانت بتلاقي شيخ بيقول لك قال الله وقال الرسول وقال داروين ونيتشه فيبدا بقى هنا تبدا الايه الانبهار. اللي بيحصل ايه بقى لو حد يعني حد عنده شغف كبير، يعني شغف، وده يمكن اللي حصل معايا، انه بيبدا يفهم يعني ايه منهج علم، ويعني ايه يعني ايه تفكير، ويعني ايه عقلانيه، ويعني بيبدا يغوص كمان وكمان مع المنهج العلمي، فبيكتشف في النهايه ان عدنان ابراهيم في ورطه كبيره، يعني ان هو في ورطه ضخمه جدا. بصراحة اسماعيل، يعني انا عدنان ابراهيم سالوني الشباب هون على البرنامج هذا، انه سالوني شو رايك بعدنان ابراهيم؟ بالنسبة لي عدنان ابراهيم شخصية يعني قريبة الى شخصية النصاب اللي يضحك على الناس مشان مصلحة انه يبقوا بهالدين، وهو من حيث لا يعلم، يعني انه هو بيطالع الناس من دينهم، يعني من حيث لا يعلم.
اه ما ب... هو هو كمان بقى يعني هو كمان بيعمل بيلعب دور في ايه، ان هو بينبي يعني مثلا ممكن واحد ما يكونش يحتك بكل العلوم دي ولا، بس بيقعد يتفرج على النبي ابراهيم بيبدا يسمع، يبدا ده لو ما كفروش يعني او لو ما قالش ده كافر عليه، فهو بيجذبه شيئا فشيئا عندنا ابراهيم دون قصد برضو للخطاب العلمي، او لما بيبدا هو يروح يشوف لو هو عنده شغف كافي بان هو يروح يشوف طب داروين ده قال ايه، طب ايه نظريه التطور، طب ايه، طب إيه؟ يبدا يحاول يكون يعني هو نفسه يفهم، يحاول يفهم بنفسه من غير ما هو من غير ما يعني انا اعتقد ان اغلب الناس اللي اتاثرت بكل يعني خليني اتكلم عن نفسي يعني انا ما اتاثرتش بريتشارد دوكنز او كريستوفر ريتشنز أو الغريب ان الناس دي ما قالتليش اؤمن بايه، يعني انا ما حفظتش كلام ريتشارد دوكنز وجيت اقوله، او ما حفظتش كلام سام هاريس وجيت اسمعه، لا انا بقيت افكر واكون الصوره بنفسي وما اقتنعش بيها اغيرها، اسمع ده قال ايه، طب اطور في دي، افكر في دي، يعني انا كونت صوره. فلو ده حصل عند اي حد اتفرج فبيبدا يعرف مدى الورطه، انا بشوف ان هو عندنا باين في ورطه، يعني هو في ورطه، انت عندك ايديولوجيه في ورطه، الايديولوجيه دي انت بتحاول تنقذها يعني قدر، بتحاول تنقذ عايز تنقذها مش عايزها تموت، فبتستعين بقى بالافكار الجميله اللي هي افكار يعني اللي هي المستقبل، بتحاول تطعمها كده، فانت بتكتشف مع الوقت لو انت عندك الشغف الكافي ان المنهج العلمي ده حاجة والمنهج الديني ده حاجة تانية خالص، والفكر الديني ده شيء تاني، يعني ده يعني الفكر الديني هو قائم على الإيمان، يعني الفكر الديني كله يعني ما فيش فكرة ان انت تجيب دليل وتقول دليل عقلي، كل ده ما يفهم، كل ده ملوش لازمة في الدين، يعني ملوش قيمة اصلا في الدين، انت الدين ده قائم على فكرة ان انت ايمان اعمى، انت لو ما عملتش كده مش تبقى مؤمن، بس من الاخر يعني فكر بقى ان انت تجيب ادله ودليل عقلي وبيولوجيا قالت ايه والكلام اللي ده كله انت لو انت كمسلم او كمؤمن انت لو بدات اصلا تشكك انت كده مش مؤمن خلاص، يعني انت بدات تبحث او تشكك او تضع اسئله او تحاول بحث عن اجابات، هو المنهج العلمي قائم على الشك، يعني المنهج العلمي كله قائم على ان انت تشك، يعني انت تشك اذا انت في المنهج العلمي، انت تشكك تكذب، ما انا بقى انت النهارده هو العلم عباره عن ايه؟ العلم عباره ان فلان بيجي بيكذب فلان ويبدا يحط نظريه جديده ويبدا يحط هو ده العلم اصلا، هو كلام قائم كده، فكون ان انت تيجي تربط العلم بالدين دي كارثه، يعني هي دي كارثه، ما ممكن ما حدش بينتبه لها في البدايه، بس بمرور الوقت الصادق مع نفسه، او بلاش كلمه صادق دي عشان ممكن تزعل الناس، اللي عنده شغف بالمعرفة، شغف باللي هو يطلع، هو اوتوماتيك هيكتشف الورطة اللي عدنان ابراهيم فيها، وهيبدأ يفصل وهيبدأ يخضع كلام عدنان ابراهيم للعقل برضه، فتبدأ هتبدأ بقى تكتشف، يعني كأنك بتشيل قشرة ورا قشرة ورا قشرة، لو انت في البدايات يعني هتلاقي قشور كده، هتلاقي عدنان ابراهيم ده لا يختلف اي شيء، لا يختلف تماما عن رجل الحوزة الموجود في العراق، أو رجل الأزهر الموجود في الأزهر، أو الشيخ بتاع خطبة الجمعة، وإن كان هو لديه أسلوب يعني أسلوب في الخطابة بيحاول يعني يسد فجوات كتير وينقذ ما يمكن إنقاذه من أيديولوجية يعني هالكة تماما، طبعا بقى بيلعب بقى على باللغة والمشاعر والألفاظ والمصطلحات والمفاهيم والمعاني والتعريف، يقول لك حسب موسوعة، حسب موسوعة يا إخواني، حسب موسوعة مش عارف إيه معنى هذه النظرية هو كذا وكذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويديك آية ويديك نفس المدرسة اللي نفس المدرسة اللي مصريين كتير اتأثروا بيها، مدرسة مصطفى محمود إلى حد كبير قريبة، يعني قريب جدا من مصطفى محمود، بس يمكن يعني هو عدنان ابراهيم يعني مطيور شويه او يعني جن شويه عن مصطفى محمود، كيالي السوري اذا شفت بقى، دي مدرسه بقى، دي مدرسه تعبانه خالص، يعني مدرسه تعبانه، لا ده تعبان ده خالص. ده في عندنا تعليق هون من سوبر جلوبال اي ثينك كاتب اللغه الانجليزيه، a lot of Muslims are nearly and nearly
And no matter how much you bring up the truth to those people, they insist upon Islamic and fundamentalist thinking. I wonder that kind of doubt will work for these people. يعني ما بعرف يعني انا حكينا انا ف... بقول لك ان في ناس بتصر يعني مهما حصل بتصر على الاصوليه الفكريه الاسلاميه اللي عندهم وبيصروا على الفكر الاسلامي. يعني انا يمكن بميل لطرح الصديق عادل العراقي اللي هي فكره ان احنا نهتم جدا ب... وطبعا ده موضوع ده مشروع كبير جدا اللي هي فكره السلطه الدينيه او فكره السلطه بشكل عام. يعني احنا لا يعنينا في النهايه، يعني احنا لو بندور لو بنفكر في مستقبل حقيقي للتغيير فاحنا لا ما يهمناش قوي يعني الايمان الافراد او ايمان المجتمعات او يعني اللي هو على المستوى الفردي، ولكن فكره السلطه الدينيه هي فكره القوانين الدينيه والسلطه الدينيه او السلطه اللي واخده شرعيه من سلطه دينيه، هي دي المشكله الاساسيه اللي يعني اعتقد ان احنا لازم نشتغل عليها كلنا ونركز عليها بشكل كبير جدا. طبعا هي العمل في جميع الاتجاهات مطلوب، ولكن موضوع السلطه الدينيه ده تحديدا يعني هي دي اللي ممكن تبقى النوع الجديد من الثورات الدينيه. يعني اوروبا احنا شفنا الثوره الدينيه في اوروبا او شفنا الثوره على الدين في اوروبا والثوره على الكنيسه كان ليها شكل معين، تم رفض الدين بشكل عام في كل النطاقات وفي كل يعني فرموا الدين فرم. اعتقد ممكن يبقى شكل الثورات عندنا في العالم الاسلامي يبقى ليه شكل مختلف، ان احنا ممكن نبدا من الراس فوق او فكره الرجل الدين في الحوزه او رجل الدين في الازهر اللي واقف جنب الرئيس او رجل الدين بتاع الكنيسه اللي واقف جنب الرئيس، فكره وجود قوانين او تشريعات او في الدستور قوانين دينيه. يعني اعتقد ان احنا لازم نلعب كويس جدا على النقطه دي، ولو كوننا لوبي كويس لوبي علماني قوي على مستوى الدول العربيه اعتقد ممكن نقدر نوصل للدساتير دي بسهوله ونقدر يعني بمنتهى السهولة. أصل الشعوب والمجتمعات العربية في الآن هي منقادة، يعني هو رجل السلطة بيقود الناس دي كلها، فإحنا لو قدرنا نفتت السلطة الدينية بأي شكل كان أعتقد هيبقى الباقي هيبقى سهل، يعني أمره سهل مش صعب. يعني فدي نقطة مهمة جدا برضو أحب أنوه على النقطة دي، المسألة الاقتصادية. يعني يجب أن نعي تماما أن إحنا لن نستطيع أن نغير إلا بتكوين اقتصاديات قوية، يعني يبقى اقتصاد العلماني العربي أو العلماني، بلاش كلمة عربي دي بتزعل الناس، العلماني الذي يعيش في هذه المجتمعات يجب أن يكون قوي اقتصاديا، لأن بالاقتصاد بالمال بالدولار بالجنيه بالأموال نستطيع أن يعني نضع الخطوط الأساسية أو القواعد الأساسية للمستقبل بأفكارنا طبعا. فمهم جدا موضوع الاقتصاد ده، اي كلام تاني بعيدا عن ان احنا نقوي فعلا اقتصادياتنا واقتصادنا او وجود مؤسسات يعني اقتصادية تدعم كل الافكار دي وكل الكلام ده اعتقد ان احنا هنبقى يعني ما مجهودنا مش هيكون ليه تأثير. يعني اكيد اكيد، يعني بصراحة انا كمان عندي وجهة نظر هون. انا امبارحة اظن اولت امبارحة دخلت على صفحة صديقنا احمد حرقان، فلفت انتباهي الصورة بقى طويلة ومكتوب عليها التاريخ، الصورة كان 15/10/2008. بتذكر أنا بهديك الفترة كنت كاتب قصيدة أصحاب الذقون الطويلة وحيط على اليوتيوب، وبتعرف أنت خصوصا هداك الوقت طبعا ما كان صورة وجهي طالعة بس صوتي أنا حيطه، وكم المسبات والشتائم، وتعرف انت يعني احبابنا المسلمين كيف بيتعاملوا مع الناس. فكتبت له تعليق لاخي احمد، قلت له يعني بهداك الوقت انا كتبت القصيده، انا يعني اتصورك وانت تقراها ذاك الوقت ما كان تكون رده فعلك. مشان هيك انا بقول انا متفائل، يعني شخصيات قدامنا أصدقائنا كأحمد إسماعيل وغيرهم، يعني من سنتين ثلاثة كانوا 5 سنين 6 سنين كانوا متعصبين للفكر الإسلامي. عندنا القصيمي يعني الرائع اللي كان يدافع عن الإسلام كابن تيمية، يعني ف يعني
مثل ما بقولوا لا تقنطوا من رحمة الله. مظبوط صح مظبوط. بالضبط. يعني الإنسان خصوصا حاليا، يعني الإنسان صار فتح عليه باب المعلومات، الإنسان بالنهاية راح يشغل عقله لأنه إنسان عاقل بطبيعته. مهما بتشوف إنسان متزمت متعصب جاي عم بيناقشك بمواضيع وما عم بفهم، صدقني في الداخل في عقله الباطني وبوجدانه عم بيفكر، لأنه الإنسان طبيعته التفكير أصلا. يعني مهما كان غبي، مهما كان يعني متمسك بالدين أو يدافع، صدقني كله ظواهر ولكن جوا بدأ بالتفكير. أخي إسماعيل، يعني نحن مشان ما نطول الحلقة كمان كثير عن الناس، كيف تقيم حملة إجهر؟ تفضل. لا، حاجة رائعة جدا، حاجة كويسة جدا، ويمكن يعني كويس جدا ان احنا نتبادل الادوار ونشارك بعضنا. ويمكن انت كنت قلت لي على تعليق لاحد الاصدقاء قبل الحلقة، قلت لي انت عندك برنامج وانا عندي برنامج، وازاي نستضيف بعضنا. هو ده اللي بيحصل بره، فكرة احنا حتى بعيدا عن فكرة الدين. الصوت بره لما بيشاركوا بعض، انا عندي قناة على اليوتيوب بتكلم فيها عن حاجة فلانية، وفي صديق بيتكلم في نفس المجال، انا بس كده مسموح. تمام. انا بروح اسجل معاه فيديو وهو بيجي يسجل معايا فيديو، وبنشجع بعضنا، انا باخد من جمهوره وهو بياخد من جمهوري، فدي حاجة جدا جدا مطلوبة. الجهر بالإلحاد إضافة كبيرة جدا. فكرة ان يبقى في شخص لوحده بيتكلم او مجموعة اشخاص قلائل بيتكلموا، فكرة مش كويسة. فكرة ان احنا يبقى عندنا تيارات مختلفة، قنوات مختلفة، وجوه مختلفة، وجوه كثيرة، ده شيء يعني رائع جدا ومطلوب جدا. الجهر بالإلحاد حاجة جميلة جدا، يمكن يعني تكاد تتطابق الى حد ما مع هدفي انا في برنامج البط الاسود. وان كنت انا في البدايه ما اقدرش كنت اعملها، لسبب ان ما كنتش ربما هلاقي حد يجاهر في اللحظه اللي انا بدات فيها البرنامج مثلا بالشكل اللي احنا بنجاهر بيه النهارده، اخد بالك؟ فهي جت في وقتها المناسب، ظهرت في وقتها المناسب. بحيي تحيه كبيره جدا كل الاصدقاء اللي شغالين عليها، انت احمد ملهم، كل الشباب تحية كبيرة ليهم، وبشكركم جدا على رئيس المجهود ده. عبد الرحمن في أم المؤمنين. عبد الرحمن، أنا مشكلة يعني ما أعرفهمش أشخاصا، بس أنا بحبكم جدا وبحييكم جدا على المجهود العظيم اللي أنتم بتبذلوه ده. وللأمام يا شباب، وإحنا بنشجع بعض، وإحنا بنساعد بعض، وإحنا كلنا جنب بعض. والإنترنت ضخم جدا، واسع جدا، والجمهور كبير جدا، وعايزين نوصل لكل الجماهير دي، نوصل لهم أفكارنا، ونوصل لهم آرائنا وأسلوبنا في الكلام. والمهم كمان إن احنا نحسن من أسلوبنا. يعني انتوا لو التيارات الإسلامية والدعاة الإسلاميين عندهم خطاب كده، خطاب كده مسموعة، مش عارف بيعمل ليه كده. المهم، فال ال 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 الدعاة الإسلاميين وأصحاب الفكر الإسلامي عندهم خطاب تعبيري كده، أسلوب تعبير بيعبروا بيه، بيتكلموا بيه. يجب إن احنا نطور كمان من أسلوبنا في الكلام وأسلوبنا في الخطاب. فكرة إن احنا ننتقد بعض بشكل لاذع، انت ليه قلت مش عارف ايه لما طلعت في التلفزيون، انت ليه قلت مش عارف ايه. احنا مش ما فيش حد بيرفكت، يعني ما فيش حد هيرضي كل الافكار اللي موجودة عندنا يعني. فلازم نراعي النقطة دي، ان احنا متباينين ومختلفين، احنا نحاول نطور من بعض، نحاول نشجع بعض، نساعد بعض، يعني عشان يكون عندنا في النهاية خطاب قولوا عليه تنويري، قولوا عليه علماني، قولوا عليه حداثي، زي ما تقولوا، بس يبقى عندنا خطاب احنا متمكنين منه، عندنا افراد متمكنة منه. يوم بقى ما يبقى في اعلام او تلفزيون او حاجة ضخمة اعلامية، نقدر يبقى عندنا نقدر ان احنا نقدم شيء
للمجتمع ككل كخطاب تنويري او علمي او ثقافي او علماني بشكل مناسب، شكل راقي، شكل جميل، شكل جذاب. فده مش هيتحقق الا لما نتشارك كده كتير ويبقى عندنا خبرات وتجارب. انا كل حلقه، ويمكن جان هياكد على الكلام ده، كل حلقه بتعلم منها حاجه جديده، كل حلقه بسمع منها معلومه جديده وبتضيف لرصيدي. فما تستقلوش ابدا بالحلقات البسيطه العبيطه اللي احنا بنسجلها اللي بتجيب 2000 3000 او 4000 او 5000 مشاهده. احنا بنتعلم منها كتير جدا. الضيوف نفسهم بيكتسبوا اسلوب او طريقه في ان هم يعبروا عن افكارهم ويتمكنوا من الحديث وياخدوا نصيحه الحديث، لان يعني الخطاب الديني منمق. انت لما تقعد تسمع رجل دين هو بيتكلم كده، ها عنده هو كلام كله، يعني كلام كله ما يسواش حاجه، بس في خطابه، في اسلوب. فده لازم نشتغل عليه احنا كعلمانيين او لادينيين عشان يبقى عندنا خطاب. وده مش هيحصل الا بالتجارب الكتيره اللي بتتم دلوقتي، هيتبلور في النهايه شكل جميل هنتعلمه، يعني بقى سواء في العراق، في الامارات، في الكويت، في المغرب، في تونس، في مصر، في السعوديه، في الاردن، كلنا كده هنكون شيء يعني جميل. انا بشكركم جدا وبشكر جان على الوقت ده كله والمجهود اللي هو بيبذله، مجهود كبير. خلي بالكم انا عارف كويس جدا هو بيعمل ايه وبيتعب ازاي، لان انا بعيش نفس المعاناه دي. بس انا مبسوط يعني وانا بسجل وانا بتكلم. بشكركم جدا، بشكر الناس اللي تابعوني في بدايه الحلقه مع جان. الحلقه ما خلصت، طول بالك. طيب ماشي على على كل حال، يعني انا بالفعل انا اؤكد كلامك انه من كل حلقه نتعلم شيء، مهما كان خلفيه الضيف، مهما كان يعني نتعلم اشياء كثيره. طيب اخي اسماعيل، يعني الملحدين، يعني نحن هلا هالثوره هي القائمه بالفيسبوك بالانترنت، هل هالفوره هي الفوره الالحاديه، خلينا نقول لوين بتشوفها ماشية؟ تفضل. يعني أنا زي ما قلت مهم جدا إن إحنا يكون عندنا موضوع الاقتصاد ده، يعني يمكن الموضوع ده مش عارف أوضحه أنا أوي، بس يمكن حاليا لأن أنا طموح شوية في اللي أنا بقدمه، عندي أحلام معينة عايز أحققها. بس الأحلام دي تحتاج إلى مادة، تحتاج إلى اقتصاد قوي، تحتاج إلى قدرة مادية أو مالية على تحقيقها. فعشان كده بقول إن الاقتصاد مهم جدا، أو فكرة المادة مهمة جدا. فدي نقطة. فرايحة على فين؟ رايحة على إن احنا نكون اقتصاديات قوية، يعني ما تبقاش مجهودات كده يعني بسيطة، لا يبقى في مجهود مخطط له وكده. النقطة الثانية، موضوع العمل الجماعي فيه مشكلة كبيرة عندنا. يعني أنا لا أستطيع، بصراحة عن نفسي أنا لا أستطيع العمل ضمن جماعة. يعني أنا جربت فعلا العمل في جماعة أو فريق أكتر من مرة، وللأسف يعني الموضوع ما كان لم يكن يكلل بالنجاح في النهاية. فيمكن أخدت على عاتقي فكرة برنامج البط الأسود أنا أبقى في القصة دي، وإلى حد ما قادر أن أنا أستمر وقادر أن أنا أحقق حاجة. بس نرجع ونقول ان العمل الجماعي مهم، ومش كلنا ومش كل حاجه ومش كل المشاريع ومش كل النشاطات هنقدر نعملها بشكل فردي. بس احنا عندنا مشكله في العمل الجماعي بصراحه، يعني عندنا مشكله كبيره في العمل اللي في ضمن فريق. وانا فاهم المشكله دي، بس يمكن صعب ان انا يعني احط حلول ليها او ان انا اتكلم عنها وان انا اناقشها. فاعتقد المستقبل اللي احنا بنتكلم عنه يجب ان نجد حلول فيه لمشاكل العمل ضمن فريق. احنا ممكن ثقافتنا او تربيتنا ما فيهاش ثقافة العمل الجماعي دي، ودي مشكلة كبيرة احنا بنعاني منها. يعني فاعتقد يجب ان رقم واحد يكون هناك اقتصاد قوي، دعم قوي من اجل تحقيق الافكار دي. اتنين، تعلم العمل ضمن فريق او ضمن جماعة وتقسيم الاعمال، دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة للأسف دي برضو يعني مش هقول ان انا براح، بس فكرة المطامع الشخصية، انا مش ضد ان الانسان يبقى ليه مطامع شخصية او يبقى ليه يعني رغبة في النجاح او رغبة في تحقيق هدف معين بغض النظر الى الهدف ده شهرة. انا مش ضد الانسان يبقى بيحق نفسه يبقى مشهور، انا مش ضد ده خالص. تحقيق مال او
احنا مش يعني ما بتكلمش على ثروات، بس على الاقل النشاط ان احنا نحقق منه مصدر للدخل. انا مش ضد ده، بس في بعض الاحيان ربما نغلب او نضع فكرة المكاسب ربما امام كل حاجة، فدي برضو مشكلة يجب ان نتغلب عليها. ف يعني هناك صعوبات اعتقد كتير. انا بتكلم عن مشروع، يعني انا بتكلم عن مشروع كانه مشروع مثلا ايه، مشروع سياسي او بلاش سياسي، يعني مشروع اكاديمي. يعني احنا دلوقتي لو عايزين نعمل مشروع اكاديمي، ما احنا لازم ندور على تمويل. مش هنقعد كده مش هنقعد نقول اه يلا هنعلم بقى. يعني حتى لو هتعمل مشروع اكاديمي على مستوى فردي ليك انت، لازم تشوف تمويلك ايه، هتصرف ازاي، هتعمل ايه. فاي مشروع مهما كان المشروع ده بيحتاج الى يعني نوع من انواع الانتاج، فبالتالي نوع من انواع الصرف. حتى مثلا على مستوى برنامج البطل، انا مش بدفع فاتوره انترنت مثلا يعني انا مش بجيب تيشيرت وقميص اطلع بيه في كل حلقه مثلا يعني. فكل الحاجات دي بتحتاج مني انتاج، بتحتاج مني لو عايز اطور بقى من الفكره دي، ما انا بالتالي محتاج برضو انتاج اكبر، وهكذا زي ما بيحصل انتاج في الافلام، زي ما بيحصل انتاج في للجامعات او صرف في الاخر. فموضوع الاقتصاد مهم، العمل ضمن جماعه مهم، ترتيب الاولويات ومعرفه الاولويات احنا عايزين ايه برضو مهم. النهايه اعتقد ان احنا بنصبه زي ما انا متفق جدا مع كلام مداخله الاخ علي من العراق اللي هو اتكلم عن تفتيت السلطه الدينيه او التغلب على السلطه الدينيه. انا شايف ان ده مهم برضو، بس مهم برضو ان احنا نعي ان علمانه الدوله او علمانه، خلينا نقول علمانه الدوله، لن تاتي فقط هكذا. يعني يجب ان نعلم من المجتمع، يعني يبقى في خطاب تنويري علماني متاح لكل الناس، لان ده في النهايه هيصب في مصلحه العلمانة الدولة أو حداثة الدولة من فوق بقى من السلطة. فالعمل في جميع الاتجاهات مطلوب جدا جدا. بشجع كل اللي بيسمعنا على السخرية، السخرية مهمة جدا، السخرية من الأفكار مهمة جدا، السخرية من الفكر الديني مهمة جدا. ما تستقلوش أبدا بالكوميكس أو بالكاريكاتيرز اللي بتعمل عن الأديان والضحك عليها، ده مهم جدا، ده أهم حاجة يعني. فعلى قد ما نقدر اللي يقدر يعمل حاجات كوميكس أو حاجات ساخرة من الدين ما يتأخرش ويعملها، مقاطع فيديو ساخرة ده مهم جدا في الفكر الديني أو الفكر الأصولي بشكل عام. بس معاك الميكروفون يا جيم. في عندي سؤالين، بس بدي اخذ السؤالين هذول وراح نخلص الحلقه لانه طولنا شوي اليوم. في سؤال بيقول من الاخ نسيم، بيقول كيفك يا حسين، شو راي اسماعيل بالحملات التي يقوم بها الصلاعمه لاقفال المجموعات الالحاديه مثلا راديكاليين بلا حدود، وشو هو الحل لحتى نواجه المشكله هي؟ تفضل. ما انا كنت بفكر لسه، كنت عايز اعمل مقطع على الفيديو على اليوتيوب عشان شبكه الملحدين العرب، لان الجروب ده رائع جدا، والناس الادمنز اللي فيه ناس رائعين جدا، وانا يعني اتعلمت كتير بفضل الجروب ده وبفضل الشبكه دي، شبكه الملحدين العرب، وهي اتقفلت للمره يمكن ال 15 او ال 20. انا مش عارف بصراحه حل معين، بس اعتقد يعني ممكن نفهم سياسة الفيسبوك. يعني يجب أن نفهم يعني الناس اللي في الفيسبوك دول مش بيلعبوا، يعني الناس اللي ماسكين الفيسبوك دول مش بيلعبوا أولا، وثانيا مش حاطينها في دماغهم، يعني هي الموضوع ماشي بشكل إلكتروني بشكل سيستم. فإحنا لازم ندور في القصة دي، نشوف سياسة الاستخدام أو أسلوب يعني لازم نشوف القوانين بتاعتهم إيه بالظبط. بالإضافة إن إحنا ممكن نعمل ريكويست او مش ريكويست، عمليه بحث عن مكتب اقليمي للفيسبوك في الشرق الاوسط، ويمكن دي يمكن ممكن احاول ان انا اشوف حاجه زي كده مثلا، نحاول نتواصل معاهم ونحاول نشوف مثلا متحدث رسمي ممكن نخليها باسم شبكه، بما ان احنا عندنا مجله في الشبكه، يعني احنا في شبكه المحيط العرب في مجله، تمام، في الجروب بتاعنا، في الموقع بتاعنا، في كمان ايه عندنا، في ممكن نقول برنامج البط الاسود برضو، كل ده موجود ضمن أنشطة شبكة الملحدين العرب. فإحنا ممكن نشوف متحدث رسمي من الشبكة، ونحاول إن احنا نتواصل مع مكتب إقليمي الفيسبوك في الشرق الأوسط، ونبعت لهم زي رسالة واضحة باسم الشبكة. وده يمكن يعني احنا لو في الشبكة فهمت المشكلة ايه، اعتقد ان ممكن ننقل التجربة دي بسهولة لكل الجروبات والصفحات الإلحادية او اللادينية.
فاعتقد الخطوه دي دلوقتي مهمه جدا، فكره ان احنا نخاطبهم بشكل رسمي. احنا بقى عندنا مجله وعندنا يعني اكثر من نشاط قوي ليه متابعين كتير جدا، يعني زينا زي عمرو دياب مثلا، ولا جورج وسوف، ولا صفحه زي قناه التلفزيون مثلا. ويمكن ده اللي انا عملته في اليوتيوب حاليا يعني، فعشان كده عندي مش ما عنديش خوف على قناه اليوتيوب. فالمفروض الخطوه دي نعملها على مستوى الفيسبوك للمكتب. هنحاول اتكلم انا مع اصدقائنا في الشبكه، لان انا لسه كنت الشبكه لسه من حوالي يومين قفلوها، وعملنا جروب جديد النهارده. صحيت من النوم ببص داخل ابص عليها، لقيتها كمان الجديده دي ايه اتقفلت. فالموضوع ده يعني ما ينفعش ان احنا نسكت عليه، فاعتقد ده الحل يعني. اكيد. السؤال الثاني من الاخ زاد مصطفى بيقول: مساء الخير للجميع، سؤال بسيط لاسماعيل، ليش اسم البط الاسود؟ قصة الاسم قصدي، وشكرا. قصة اسم البط الاسود ده، يمكن اول ما فكرت اعمل البرنامج محتار في الاسم مش عارف اسميه ايه، فبدأت اسأل الاصدقاء عندي على الفيسبوك، فجت لي رسالة من بدون ذكر اسماء يعني، صحفي يعمل في مؤسسة الاهرام وهو كافر ملحد يعني، فاقترح عليا الاسم ده. يعني هو زي ما تقول ايه، بعته لي بيقول لي هو ده يعني، خد الاسم ده فعلا. وسالته يعني ايه الاسم، فحكى لي حدوته كده بتاعت في قصه اطفال مشهوره جدا، قصه دنماركيه او قصه ليها يعني دنماركيه او النرويجيه، بتتكلم عن فرخ البط القبيح او فرخ الوز القبيح. قصه بتقول ان كان في كتكوت بطه كان لونه شكل وحش خالص، فكان مرفوض، امه رفضته واخواته رفضوه، وكل الحيوانات في الغابه كانوا بيكرهوه يعني. بس لما كبر احلو بقى حلو خالص، طلع له ريش بقى احلى احلى وزه في الغابه، فكل الحيوانات بقت بتحبه بقى لما بقى شكله حلو يعني وكده. فهي القصة قصة أطفال جاية يعني من القصة دي، فرخ البط القبيح، ممكن تدور عليها في الويكيبيديا أو على جوجل سيرش. فمن هنا جال اسمه. وإحنا عندنا مثل شعبي شهير قوي يقول لك: أو أنا ابن البطة السوداء يعني، أو أنا ابن يعني أنا اللي على راسي بطحة، أو أنا أو أنا المكروه يعني، أو إحنا اللي يعني كله حي كويس وأنا اللي وحش. فهي برضو جاية من النظرة السيئة جداً للادينيين او للملحدين او حتى لاي حد مختلف يعني، حتى المثليين جنسيا او الشيعة. انا مثلا سجلت الحلقة مع بنت شيعية مثلا، ان انا الشيعة في المجتمعات السنية ممكن في مصر عشان ما عندناش شيعة كتير يعني، او ما عندهمش سلطة زي الموجودة مثلا في العراق الحوزة، فمضطهدين او مرفوضين او مكروهين. فمن هنا جت بقى الاسم. واي حد مختلف، مرفوض اجتماعيا، مرفوض ثقافيا، مرفوض بأي شكل من الأشكال، أعتقد بيكون ليه مكان وليه مكان محفوظ في برنامج البط الأسود. حتى من المسلمين، المحاضر المسلمين برضو في طوائف مكروهة زي الشيعة، زي في طوائف كتير في إسلامية لا تعد ولا تحصى يعني، طوائف كلها منبوذة ومكروهة. أي حد من دين غريب يعني، إحنا ما نعرفش حاجة كتير، إحنا تربينا في جهل، انا ما اعرفش يعني ايه يزيديه ولا يزيديه، كل الكلام ده احنا ما كناش نعرفه، وانا على المستوى الشخصي يعني. فاي حد بيجي لي من الفئات دي المرفوضه عندنا في ثقافتنا بشكل عام، برحب بيه طبعا، وبدي له فرصته ان هو يتكلم ويعبر عن رايه، لان احنا بنتعلم من التجارب دي. والاختلاف سمه الحياه يعني، هو الاختلاف اساس الحياه اصلا يعني، هي متعه الحياه في ان احنا نكون مختلفين وليس متطابقين متشابهين تماما. فمهما كان الاختلاف ده، فانا برحب بقى عندي في البرنامج يا يزيدي ربوبي مسلم قراني مثلا، نسمع وجهه نظره ونعرف، لان المثل بيقول ايه: العيار اللي ما يصيبش يدوش. انت لما تطلع لواحد مسلم سني عارف القران، وتطلع له واحد قراني يبوظ له السنه دي خالص مثلا يعني، فده اضافه برضو اخد بالك، وهكذا. بس انا لقيت الفرق بين برنامجي وبرنامجك، معناته يعني يعني بكفيني. انا لا، ما عندنا ضيوف غير ملحدين يعني. انتوا واخدين الزبده بقى، انتوا بتجيبوا الزبده يا عم. بالضبط. طيب اسماعيل، يعني نحن وصلنا لاخر حلقه، اذا في عندك كلمه اخيره تقولها لجمهور برنامجنا وجمهور برنامج بطل الاسود اكيد عم تابعونا، يا ريت ينضموا لنا يعني من عندك. بالظبط. انا لكل الاصدقاء اللي بتسمعنا يعني، اهلا وسهلا بيكم. احنا سواء في القهر بالالحاد او في البط الاسود، احنا بنشجع الناس ان هي تتكلم،
بنشجع الناس ان يبقى عندها مثلا قنوات تعبر عن رأيها، تعبر عن فكرها. فانا قبل 3 سنين لم اكن اتخيل اني ممكن ابقى في كاميرا واقعد اتكلم وبتاع الكلام ده. انا عارف ان في ناس كتير برضو كان يعني حاليا زي كده من 3 سنين لا تتخيل ان هي ممكن تتكلم، بس الموضوع مش صعب والموضوع مش مستحيل يعني، مش عادي، منتهى الاريحيه، بس فكره التعود. فاول ما تتعود بقى تبدا تتكلم. فانا بشجع الناس كلها، كل الاصدقاء اللي بتسمعنا حتى الاخوه المؤمنين منهم يعني، ان انتوا تشجعوا ويبداوا عبروا عن افكاركم، سجلوا، ادعونا للتسجيل، تعالوا سجلوا معانا، نسجل مع بعض حلقات، مفيش اي مشكله خالص. فلان ده شيء صحي جدا ان احنا نتكلم ونتبادل الافكار ونتبادل الاراء بمنتهى الاريحيه، بمنتهى الحب، بمنتهى التقبل والاستماع والانصات. فده شيء مهم جدا وشيء مفيد، هيفيدنا، يفيد مجتمعاتنا ويفيد مستقبلنا واطفالنا واحفادنا، ونتمنى عشان مستقبل افضل لينا يعني، مستقبل افضل للمجتمعات. وبشكركم جدا على المتابعه، وما تنسوش الاشتراك في القناه بتاعتي وما تنسوش برضو تزوروني في برنامج البط الاسود، قناه برنامج البط الاسود، دايما بيبقى عندي جديد، دايما بيبقى عندي لقاءات جديده. ما تنسوش الاشتراك في قناه برنامج الجهر بالالحاد، عشان ده بيساعد انتشارها وبيساعد ان هي تحقق مشاهدات اكبر وتوصل لاعداد اكبر من الناس. وبشكركم شكرا جزيلا، وبشكر جان، وبشكر كل اللي شاركوا في اعداد الحلقه النهارده، او اللي سمعونا او اللي لسه هيسمعونا. انا بتشكرك كثير اخ اسماعيل، بتشكرك كثير على حضورك وعطيتنا من وقتك يعني الوقت الكبير بصراحة. وأنا بشجع أخوتنا الملحدين اللي رايدين يجهروا، تفضلوا معنا كما قال أخوي إسماعيل، يعني بدنا صوتكم يا شباب، بدنا صوتكم، بدنا شيء يطلع. يعني أنا كتير سعيد في، رح أسجل يوم الاثنين مع ملحد سوري الأخ ديفيد، رجل الكهف، رجل الكهف، شخصية جميلة جدا. أنا هقعد أتفرج على الحلقة لما يسجلها معاك، وأنا حاجزه على طول بعد ما يسجل معاك، هيجي يسجل معايا حلقة، وهو عامل نشاط جميل، سجل كام حلقة جميلة على اليوتيوب شفتهم. فتحياتي، تحية كبيرة جدا لرجل الكهف، انتظروا رجل الكهف في حلقة جديدة في برنامج الجهر بالإلحاد. شكرا إسماعيل، صراحة يعني أنا شجعني كثير إنه كلام صوتنا عم بيصل، يعني ما تفكروا إنه صوتنا ما عم بيصل، يعني الرجل هاد سمع أحد الحلقات وتشجع من أحد حلقاتنا إنه يسجل فيديوز ويطالعهم على اليوتيوب وخلي الناس تسمع أفكاره. وأنا أشجع كل أصدقائنا، يا شباب سووا فيديوهات وخلي الناس تسمع أفكارنا، لك سووا 50,000 حملة مثل حملة إجهر، خلونا نجهر كلياتنا. يعني إذا ما جهرنا حالنا بده يتم الحال هذا، ما راح يتغير نهائيا فيه شيء للأسف الشديد. وبكرة بالساعة 7 بتوقيت القاهرة في عندي أولى حلقة مع الدكتور النبي سامي الدين. هتموت من الضحك، أكثر أنا لك واحد مع الله، هتموت من الضحك بكرة يا جيل، هتموت من الضحك. بتمنى أصدقائنا يتابعونا بكرة الساعة 7 بتوقيت القاهرة، والساعة 10 كمان عندي حلقة مع أحمد بتوقيت القاهرة كمان. بكرة عنا حفل متواصل. الله الله معك، الله معك. شكرا كثير أصدقائي، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة. باي باي. باي باي. باي باي.